قال ماسومو وهو يرتجف من الرعب كعادته. ما قدامكش غير انك تكمل، وما اكدبش عليك الاستمرار مش هيجي من وراء غير الهلاك، لكن انك تقف مكانك ما تعملش حاجة ده معناه الموت. فكرت في كلامه فوجدت ان خياراتي واسعة فعلا. احب هذه الخيارات المفتوحة التي تعطيني حرية لا شك فيها. كان الليل الإفريقي قد جاء حاملا الباليتة الخاصة به، والتي لا تحوي إلا لونين، الأسود والأزرق، وقد بدأ يلون كل شيء من حولنا بهما. رائحة عباءته العطرة تحيط بنا، وأنفاسه الباردة قليلا تهب على وجهينا حيث وقفنا ننتظر قراري الصحيح. وكان قراري الذي ليس صحيحا بالضرورة هو أن أستمر. إن القبور تسخر بالشجعان كما قالوا، وأنا أكره أن أبيت في قبر آخر، لكن لا خيار لي، سأستمر. ما زلت في كينيا، يبدو أن هذا صار معتاداً حتى نسيت أنني يوماً ما كنت في الكاميرون. الحقيقة أنني ما زلت ترساً جديداً خشناً لم يتأقلم على حركة التروس الأخرى من حوله، أو كما يقول أي حرفي في ثقة يطبع، لكن كل يوم يجعلني من أهل الدار أكثر. وقد بدأت أحب البعض، وبدأ البعض يحبونني لشدة العجب. والأهم أنني عرفت عن نفسي ما هو أكثر، أنني أثير المتاعب أو تثيرني المتاعب حيث حللت، وهو شيء مريح حين تتأقلم على هذه الحقيقة وتدركها يقينا. هذا يبعث السلام في النفس. أنا ألعب طيلة حياتي دور الحجر الذي يلقى في الماء فيجعله يضطرب ويتبعثر في دوامات متصلة. صحيح أن شيئا لن ينجم عن هذا، لكنه على الأقل يكسر الملل. وسل عن هذا أي صبي يجلس على نهر ليلقي فيه ببعض الأحجار. تعرفون بالطبع أنني تزوجت برناديت، وهو على ما أعتقد أهم ما فعلت في حياتي حتى اليوم، فقلما أردت شيئا بشدة ونلته. الحقيقة أن العكس هو القاعدة، فقد أردت أن أقول إن مصيرينا توحدا، وأنني حين أتكلم عن نفسي فأنا أعني نحن، ونحن هذه مثنى إلى أن تتحول إلى صيغة جمع يوما ما، وهو يوم يملأني فرقا وتوترا. تصوروا أن أكون أبا، وأين؟ في قلب إفريقيا الاستوائية. على كل حال نحاول تأجيل هذا الموضوع إلى يوم نعود إلى وطننا الثاني في الكاميرون. اغفروا لي ثرثرتي، لكن لابد أن أخبركم بأخباري من حين لآخر، فأنا لست آلة مغامرات، ولست بالتأكيد جيمس بوند الذي يطلق الرصاص ويركب السيارات السريعة من أول إلى آخر صفحة في قصصه. أنا إنسان بعد كل شيء، إنسان يمرض وينام ويتثاءب ويمر بتجارب تستأهل السرد من آن لآخر. قال لي سينيوريه: لا، ده أنت بقيت خبير في الكلا أزار خلاص. لم أدري ما أقول، فهزست كتفي وبعد قليل غمغمت: وأنا بعمل أي حاجة تانية هنا من ساعة ما وصلت كينيا؟ لو ما بقيتش خبير كل ده بقى حمار، ده كأن ما فيش أمراض تانية هنا. ابتسم وواصل رسم لوحته التي تقلد أسلوب روبنز وقال: طيب ما دي حاجة كويسة، لازم تخوض كل تجربة لآخرها، وبعد سنين من تراكم الخبرات دي هتلاقي نفسك بقيت الكائن السحري اللي اسمه خبير الأوبئة. ومين قال بس اني نفسي ابقى خبير اوبئه؟ انا جراح، شايف نفسي غير كده. انا جراح مكبر انه يسحب عينات دم من القبائل ويقرا دوره حياه طفيل الليشمانيا. وانا بقى عمري ما كنت بحب موضوع دورات الحياه ده من وانا في اعدادي، واول ما بشوف رسمتها في الكتاب كنت بقلب الصفحه. معلش استحمل. المهم انت راجع الكاميرون امتى صحيح؟ لما يطلبونا تاني. والله احيانا بيتهيالي ان ده مش هيحصل خلاص، كانهم ما صدقوا خلصوا مننا. والمدير هنا كمان مش طايقكم ومستني اي فرصه عشان يخلص منكم. شعور متبادل لحسن الحظ. مسميكم ثنائي يا ويندي،
بيعتبركم جسم غريب هتفضل الوحدة مريضة بيه لحد ما تخلص منكم. لم تكن برنادت في قائمة المغضوب عليهم لدى المدير، لكن زواجنا جعلها أنا أخرى. بالأحرى صار الرجل يعتبرنا شيئا واحدا بغيضا. وعلى كل حال هذا لا يضايقني في شيء ما دام بيننا سلام، والسلام لا يعني الحب. هكذا كانت حياتي تمضي. وكما تعرفون كنت أستريح في الوحدة يوما ثم أنطلق لجمع المعلومات الميدانية والعلاج تحت الشجرة يوما آخر. وكان هذا يضايقني لأنني صرت بعيدا عن كافة التخصصات وعن غرفة الجراحة الحبيبة. صار داء الكلى أزار يطاردني في كل مكان، وفي أثناء النوم وفي الحمام وتحت ملاءتي. وصرت أحفظ تفاصيله عن ظهر قلب وأشم مريضه على بعد 10 أمتار، برغم أنه ليس من الأمراض ذات الرائحة كالتيفود والتيفوس والفشل الكبدي. هكذا كانت الحياة تمضي، حتى حدث لبرنادت واقعة غريبة بعض الشيء. كان هناك طفل مريض. أعرف أن هذا ليس خبراً بالنسبة لعيادة الأطفال، فهناك دائماً واحد. فقد أردت أن أقول إنه كان هناك طفل مريض، وهذا الطفل كان في أسوأ حال. كانت أمه معه، ولو كانت حالة الطفل أفضل لتمكنت برنادت من النظر إلى المرأة بدهشة. إنها من ذلك الطراز العجيب الذي نسميه في مصر مجاذيب. ثيابها غريبة جداً، وقد غرست في شعرها الكثير من الريش الملون، وغطت صدرها بالعقود الملونة، وعلقت في أذنيها طناً من الأقراط الخشبية التي تستطيل لها شحمة الأذن حتى لا توشك على التمزق. يد المرأة مخضبتان بلون أحمر كريه يوحي بأنه دم، برغم أن هذا غير ممكن. إنها من الكيكويو، هذا واضح. لقد رأت هذين القرطين العملاقين في آذان الكيكويو كثيراً، كما أن رائحة بول الأبقار هذه لا يمكن ألا تميزها. قلنا إن الكيكويو يتمخضون بهذا العطر لأنهم يحبون أن يظفروا بحب الأبقار ورضاها، وهذا لا يجلب الكثير من حب البشر طبعا، لكنهم لا يريدونه على كل حال. كان من السهل على برنادت أن تستنتج أن هذا القرد الصغير والذي يعوي كالجحيم مصاب بالتهاب رئوي مع قدر لا بأس به من المياه في صدره، أو ما يسميه الأطباء بالانسكاب البلوري. هذا واضح تماماً ولا يحتاج إلى أشعة، فلندخر الوقت إذن. كان التفاهم مع المرأة ممتازاً، فهذه ترمقها بكراهية وشك وعينين متسعتين، بينما برنادت ترمقها بخوف وتوجس. وكان المترجم وهو الممرضة هنا ينقل بعض الكلمات بين الطرفين. بيد محترفة أعدت برنادت المحقن الذي ستأخذ به عينة من ذلك السائل في صدر الطفل. ساعدتها الممرضة على تطهير موضع الإبرة. الأم تنقل نظرات الشك الخرساء بين الاثنتين، وهو شك يوشك على أن يتحول إلى اتهام صريح فجنون. كان هذا يجعل برنادت عصبية إلى حد ما. قولي لها لازم نتأكد، أنا عارفة شغلي كويس، قالتها للممرضة وهي تحاول تثبيت وضع الغلام لتغرز المحقن. فنقلت تلك الأخيرة الكلمات بلهجة روتينية رتيبة إلى الأم، واحتجت تلك الأخيرة في وهن ثم صمتت وراحت تراقب المشهد. وانغرست الإبرة في الجلد الذي صار لونه برتقاليا بفعل المطهر. لم يستغرق الأمر وقتا، لا أعني سحب العينة طبعا، أعني أن الغلام أطلق شهقة معذبة طويلة ثم مات. فيما بعد حاول ستيجود الوغد وهو المدير كذلك أن يجد أي خطأ فيما فعلته، فلم يجد. صحيح أنها كانت تبكي كإسفنجة وراح خليط من الدموع وإفرازات الأنف يغطي وجهها. صحيح أن من يبصرها كان يحسبها قاتلة كينيدي ذاته، لكنها لم ترتكب أي خطأ من أي نوع. الإبرة لم تخترق صدر الغلام أصلا. هذه وفاة مفاجئة اختارت التوقيت الخطأ لا أكثر. وما أكثر أسباب الموت في حالة كهذه الحالة المهملة؟ ولكن برنادت
لا تطيق الموت، موت الأطفال بالذات. وقد كان على الوحدة أن تشرح جثة الغلام لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي، لكن الأم المفترسة لم تعطي أحداً أي فرصة. لقد اتسعت عيناها وهي ترمق الجثة المتصلبة لصغيرها، وقفت مستندة إلى الجدار وهي ترمق محاولات التنفس الصناعي بالفم تقوم بها برنادت، ثم ترى فريق الإحياء التنفسي والقلبي CPR يهرعون إلى الحجرة ليقوموا بتلك الحركات التي نراها في الأفلام الأجنبية، يثبتون جهاز التنفس الصناعي على الوجه ويحقنون أشياء في صدر الغلام. وكل هذا لم يكن ذا جدوى. في اللحظة التالية وكأنما فرغت من مشاهدة هذا السيرك، أخرجت الأم حزاماً مزركش الألوان فلفت به جثمان الطفل في غير عناية وحملته على كتفها، واتجهت عيناها إلى برنادت. المرعب أنه لم تكن في عينها دمعة واحدة، لم يرتسم على وجهها أي نوع من الأسى، فقط همست وهي تنظر لها شيئاً بالسواحلية. همست به مرة ثم مرة أخرى واستدارت مبتعدة، ولم تكن برنادت في حال تسمح لها بفهم ما قيل، لأنها كانت أشبه بعود من المكرونة تم صلقه بعناية، وكأنها سطيح بن ربيعة الكاهن الذي كان العرب يحكون أسطورته، والذي لم يكن في جسده عظام، لذا كان يطوى كما يطوى الثوب. فقط نظرت لمن حولها فرأت في عيونهم الإشفاق والرهبة. كانت تلك أسود ليلة في حياتي، إن كثيراً من ليالي سوداء، لكن هذه أول ليلة يكون علي فيها العناية بشخص في حالة انهيار عصبي. كانت ترتجف كورقة، وقد وضعت عليها طناً من الأغطية وأعددت لها مشروباً ساخناً، وكانت ترفض بعناد أخذ قرص مهدئ لأنها تخشى أن تكون حاملاً ونحن لا نعرف، لهذا دسسته لها خلسة في المشروب. مش يمكن أكون أنا عملت حاجة غلط؟ لا بصي، أنت كده بتكبري الموضوع بدون داعي، أنت ما عملتيش أي حاجة غلط. أفتكر أنك فاهمة يعني أنت بتعملي إيه، مش لسه بتتعلمي، وبعدين أنت عمرك يعني ما شفتي مريض بيموت يا برنادت؟ مش أطفال يا علاء، الطبيعي أن الكبار بيموتوا والأطفال بيعيشوا. لو شفت أم الطفل بصت لي إزاي كأنها بتقولي شفتي أنا ما كنتش موافقة وأنت اللي عملتي ده، فاهمة؟ هي قالت لك إيه بعد كده؟ مش عارفة، كانت بتتكلم بالسواحيلي، بس الموضوع مش محتاج مترجم يعني، أكيد بتقول عليا مجرمة والمفروض كنت أنا اللي أموت مش ابنها. بدت كأنها طفلة تخشى الظلام، واهنة، ضعيفة، هشة تحتاج إلى الحماية، فهل أستطيع؟ الآن تغلب القرص المهدئ على أحزانها فبدأت تغط في نوم عميق، وهنأت نفسي على ما قمت به واندسست تحت الغطاء دافنا يدي لأتقي برد الليل الإفريقي المخيف، ورحت في نوم عميق. في الصباح قالت برنادت وهي تتمطى: أنا حاسة أني أحسن، بس مش عايزة أروح العيادة النهاردة، مش هقدر. والله يبقى أحسن كده، مريحي. هبلغ ستيجود، مع أني أهون عليا أن نبدأ يومي مع تعبان كبرى، بس مضطرين بقى. حقاً كانت يانعة النظرة، ونظرت لوجهي أنا في المرآة فوجدت أنني أبدو كالمصيبة، يبدو أنني مضحٍ أكثر مما توقعت، حتى أنني أمرض بدلاً منها. وارتديت ثيابي على عجل وارتديت المعطف. كان هذا من الأيام التي لا أتشرد فيها في القرى، ومعنى هذا أنني في إجازة، لكن علي برغم كل شيء أن أذهب إلى قسم الجراحة بحثاً عن عمل، على أمل أن يصاب أحد مساعدي الجراحين بجلطة مخية أو سكتة قلبية، عندئذ لا يجدون سواي. أنهيت التفاهم مع ثعبان الكبرى الذي يبدو كالبشر، ثم اتجهت إلى قسم الجراحة، وكانوا هناك منهمكين كأنهم في سلخانة، الكل ينزع ثيابه والكل يرتديها، والكل يجري إجراءات التعقيم والكل يتكلم. الحقيقة أنه لم يكن لي دور معين كما هو واضح اليوم، ولاحظ جراح عظام بريطاني أنني جالس من دون عمل، فقال لي وهو يغسل ساعديه بالفرشاة: ما تيجي تساعد في العملية، ولا ما انت فاضي كده؟ أشرت إلى صدري بمعنى أتمنى.
مستني إيه؟ يلا ومتعقم، هنبدأ على رأس عظمة الفخذ. لم أكن شاركت في جراحة مماثلة كهذه، لذا صارعت بالتعقيم قبل أن يغير رأيه. طبعا كان لديه مساعد ومساعد كفء، لكنه لم يرى أن وجود مساعدين سيفسد الأمور. دخلت غرفة العمليات حيث كانت المريضة العجوز راقدة مغطاة بالملاءات، فلا يظهر منها إلا موضع الجراحة، وقد اكتسب الجلد لونا برتقاليا زاهيا بفعل المطهرات. بعد دقيقة كان الجراح البارع قد كشف عن رأس الفخذ بأربع ضربات بالمبضعة. هنا دنا أحدهم مني وقرب فمه من أذني من الخلف. دكتور علاء عايزينك. للحظة تذكرت في فترة الامتياز في مصر، في المعتاد كان هذا القادم يخبرني بأن ابن خالتي أو أي واحد من قريتنا ينتظرني بالخارج، لكني استبعدت هذا الاحتمال هنا. دكتورة جونز تعبانة شوية. برنادت، هذا آخر شيء توقعته. أجفلت وتأهبت للحاق به بحركة سريعة، لكن جاء صوت الجراح الصارم من وراء قناعه. زي ما أنت مكانك، طالما الجراحة بدأت مفيش حاجة اسمها تمشي قبل ما نخلص. لما تموت أو يغمى عليك ساعتها بس ممكن أسيبك. وهكذا عدت للعمل شاعرا بمزيج عبقري من الهلع والارتباك والخجل والقلق. وبالطبع كانت هذه أطول جراحة ساعدت فيها في حياتي. لابد أن 100 عام انصرمت وأنا واقف هنا. في النهاية بدأ أن القلب البريطاني البارد رق لي فقال: الوضع استقر، خلاص تقدر تمشي لو عايز. وهرعت أغادر الغرفة فالقسم. وفي الطريق نزعت قفازي وثياب الجراحة وارتديت ثيابي العادية، ثم ركضت إلى المسكن حيث نقيم متوقعاً الأسوأ. كانت الغرفة مفتوحة، توقعت هذا وخشيته كثيراً، لكني إذ دخلت واجف القلب لم أرى تلك الوجوه الشاحبة الملتعة التي كنت أخشى أن أراها. كانت هناك طبيبة كندية باسمة صبوح الوجه تجلس على طرف الفراش ومشرف تنظيف الطابق، وكانت برنادت في الفراش شاحبة قليلاً لكنها تبتسم بدورها. مالها، في إيه؟ قالت الطبيبة الكندية: ولا حاجة، ما تقلقش، شوية تعب بس وراح. أخذت مضاد هيستامين وكورتيزون. شوية تعب؟ تعبي؟ قالت برنادت وهي ترفع الغطاء حتى عنقها. أشعارها غريبة مش أكتر. بعد ما أنت مشيت قلت حاول أنا أكمل نوم، بقالي سنين ما نمتش الصبح براحتي، بس شوية وحسيت إن جسمي كله بيترعش، سناني بتخبط في بعض مع إن الجو ما كانش برد ولا حاجة. بقيت عاملة زي ورقة الهوا بيطيرها، حسيت كأن في زلزال بيهز الأوضة كلها، لدرجة إن باب الدولاب كان بيتهز هو كمان. كنت أفكر في كلامها. القاعدة القديمة هي أن الرجفة التي تهز المريض تكون ناتجة عن الإنفلونزا أو صدمة عصبية. الرجفة التي تهز المريض والفراش هي صديد في مكان ما في الجسد، والرجفة التي تهز المريض والفراش والغرفة هي ملاريا. قاعدة قديمة كثيراً ما تصدق، لكنك لن تجد أطباء كثيرين يؤمنون بها كوسيلة لتشخيص الملاريا. لما لقيت الموضوع بيزيد خرجت من الأوضة. لحسن الحظ المشرفة كانت موجودة، قلت لها تلحقني وتبلغك. والدكتورة شايف أن دي مجرد حساسية؟ قالت الكندية وهي تتابع محادثتنا. مش متأكدة برضو لسه إن كان ده تشخيص صحيح، بس الرجفة عدت بسرعة، يمكن بمجرد ما اديت لها الحقنة كمان. ثم نهضت وابتسمت ابتسامة من نوع أية خدمة أخرى؟ فشكرتها كثيرا وسرعان ما صرنا وحدنا أنا وبرنادت. تخيل يطلع حمل؟ هو في احتمال يكون حمل؟ أمي كانت بتجيلها حالات زي دي في حملها. ما تنساش برضو أن الحامل جسمها بيكون شايف أن الجنين جسم غريب بيحاول يتخلص منه، ممكن تكون الرعشة دي من أعراض الموضوع ده. شعرت بكثير من قلق. ليس الوقت مناسبا لهذا، ليس مناسبا على الإطلاق. والحقيقة أنني كنت أرى نفسي صبيا مشاغبا ما زال يتعلم، فكيف أكون مسؤولا عن تربية طفل حقيقي؟ قلت لها وأنا أنتزع الشعرة السابعة من لحيتي: طيب أنت لسه بتاخدي حقن الوقاية من الملاريا؟ لا بطلتها من زمان. ما هي كده واضحة دي ملاريا. أنا بفضل يطلع حمل هو لأنه يكون ملاريا فعلا. وعلى كل حال يجب القول
إننا نسينا الموضوع برمته في الساعات التالية. رجفة جاءت وذهبت ولا يوجد ما يدعو إلى الشك بأنها قد تتكرر. ثم إن النساء هستيريات، من الطبيعي أن تصاب برنادت بعرض هستيري بعد خبرتها المؤلمة أمس. لقد تعودت أن أفكر مرتين قبل أن أنظر باحترام إلى تلك الأعراض النسائية الغامضة. في المساء بدأت برنادت ترتجف ثانية. كنت أهذب لحيتي أمام المرآة حين سمعتها تستغيث. هرعت إلى الغرفة لأجدها في الفراش تنتفض، شفتاها ترتجفان كأنما يتصلان بمصدر للكهرباء. ثم زحفت الرجفة على كتفيها وذراعيها وببطء إلى الفراش. قلت وأنا أجفف الصابون عن وجهي: إيه مالك أساعدك إزاي؟ الآن راحت أرضية الغرفة تهتز كما لو كان زلزال يعلن عن نفسه في حياء ثم في عنف. كانت تنتفض بسرعة وعنف حتى أنني لم أعد قادرا على تبين ملامحها، وتحولت كلماتها بدورها إلى اهتزازات. ملاريا ملاريا، هكذا قلت لنفسي. ثم غادرت الغرفة أبحث عن سينيوري الذي يلعب في كينيا دور شلبي في الكاميرون. طبعا لست بالغباء الذي يمنعني من تشخيص فعلاج حالة ملاريا، لكن ما من طبيب يظل طبيبا مع أهله. إن تلك البقعة الشاحبة من نقص الثقة في النفس تتضخم، تنتشر. ماذا لو كنت مخطئا؟ ماذا لو كنت أحمق؟ وجدت في غرفته يتسلى كالعادة بمحاولة تقليد الرسامين الفلامنكيين. بروفيسور برنادت بتترعش ومش عارف مالها. وضع الفرشاة جانبا وجفف يديه ثم لحق بي. طبعا من الواضح أن برنادت كانت في خير حال حين وصلنا إليها، هذا شيء متوقع. على كل حال كانت جالسة في الفراش مرهقة قليلا لكنها تضحك. قالت لي في بساطة: شفت أهو الموضوع طلع بسيط أهو. لا ما هوش بسيط طبعا، قال سينيوري وهو يحك رأسه الغريب الذي يعلو عوده النحيل المهتز. لو الموضوع زي ما بتوصف كده فمش شايف أي مانع من أننا نعمل اختبارات ملاريا فعلا، مع أني مش فاهم إزاي تكون في حالة حمى بدون ارتفاع في درجة حرارتها. أنت متأكد أنها مش بتاخد أي أدوية ممكن تسبب حاجة زي كده؟ بقولك كنت قاعد قدامها بنتكلم وفجأة بدأت تترعش بالشكل ده. وطبعا كانت هذه قائمة من الفحوص أجريت على دمها في الليلة ذاتها، أولها وليس آخرها البحث عن طفيل الملاريا في فيلم ثخين وفيلم رقيق ثم الاختبارات المناعية. وفي 11 مساء اتصل بي في الغرفة وقال: مفيش حاجة، عندها مناعة ضد الملاريا بس مش مصابة بالطفيل. طيب ايه التفسير؟ مش عارف، بس هو مش ملاريا. لسه هندور في كل الاحتمالات الممكنة. في قائمة اختبارات انا طلبتها من المعمل، وممكن كمان تعملوا أشعة بكرة عشان تستبعدوا وجود صديد مثلا، بس موضوع غياب ارتفاع الحرارة ده قلقني بصراحة. ما مش قلقني خالص. معلش انا مش بفكر زيك، انت جوزها وقلقان، بس انا بفكر كطبيب. اي حاجة ملهاش تفسير بالنسبة لي تقلق. طب انا فاهم طبعا، انت بالنسبة لك تبقى مصابة بالسرطان احسن ما يبقى عندها عرض انت مش فاهمه. بالظبط، قلت اللي كنت أخاف أقوله عشان ما تقولش عليا قليل الذوق. لو ما لقيناش أي سبب مادي يبقى ما قدمناش غير الصدمة العصبية. والسبب؟ لا دي تعرفها أنت بقى، البيوت أسرار يا عزيزي. مش يمكن تكون أنت شيطان رجيم بيعذب مراته البريئة وعامل قدامنا ملك؟ صدقني بقى لي فترة فعلا مش بحرق وشها بمعلقة سخنة كل يوم وما بدخنش يعني. ده اللي هنتأكد منه مع الوقت. في الصباح عاودت نوبة القشعريرة برنادت، وكانت أعنف من كل نوبة سابقة. قال مسوم وهو يرتجف من الرعب كعادته: ما قدامكش غير إنك توقف، وما كدبش عليك التوقف مش هيجي من وراء غير الهلاك، لكن الاستمرار بقى خطر جدا. فكرت في كلامه فوجدت أن خياراتي واسعة فعلا. كان الفجر قد دنا حاملا ألف احتمال واحتمال، وكان قراري الذي ليس صحيحا بالضرورة هو أن أتوقف.
كان يوما تعسا بحق. لا داعي لذكر أنني لم أذهب إلى عمل الميداني مع كلا أزار، فهذا معروف. تذكرت ولأسباب جلية تلك الأيام السوداء التي كنت أجول فيها ببرنادت كأنني أتسول بها، حين كانت ترى وجوه الموتى المحتضرين في كل صوب. مرة أخرى يبرهن الطب على عجزه، لا أحد يدري ما يجري هنا، وقد جاءت الفحوص كلها لتؤكد أن جسدها سليم تماماً وأن ما يحدث ليس له من تفسير إلا عصبية بولغ فيها. قال لي سينيوري باسماً وهو يتفحص النتائج: زي ما قلت لك، أنت شيطان متخفي في صورة ملاك، ولما بيتقفل عليكم الباب بتعذب المسكينة دي. يمكن، بس هي كويسة فعلاً. كلهم بيقولوا كده لما يسألوهم مراتاتهم عاملة إيه. كل هذا هراء، فبرنادت سعيدة أو على الأقل ليست تعيسة، وقد سألتها عدة مرات فكانت ترد بطريقتها الغربية غير المسرفة في التأكيدات: أنا كويسة جدا في أفضل حالاتي فعلا. على أن النوبة تكررت في السابعة مساء، وكنا في مكتب المدير نطلب منه أن يسمح لها بإجازة، وكان على وشك أن يقول لنا: أنتما تهرجان أيها الشبان، لسنا في مؤسسة خيرية لو لاحظتما ذلك. نعم، كان على وشك أن يقول هذا حين بدأت برنادت ترتج، أسنانها تصطك، المقعد ذاته يرتج، ثم بدأ كل شيء في الحجرة يئن ويصدر صريرا، وامتقع وجه ستيكوت حقا لا تمثيلا، وارتج عليه فلم يدري ما يقول. إيه ده؟ في إيه؟ هي مالها؟ دي مريضة جدا. أدركت أن فرائسه ارتعدت، فهو لم يمارس الطب الإكلينيكي منذ قرون، وقد جعلته الإداريات ينسى كيف يبدو المرضى. قال لي وهو يلتصق بالجدار كي لا يصيبه ما أصابها: خدها وامشوا من هنا، خليها تريح. سينيوري، خدوا رأي سينيوري في الموضوع كمان، الراجل ده شاطر جدا في شغله. أيوة شاطر جدا في شغله. وهكذا أخذت برنادت عائدا إلى غرفتنا، وكانت قد تحسنت كثيرا كالعادة. إن هذه النوبات لا تستغرق أكثر من 5 دقائق، هذا جلي، ومن الواضح حتى الآن أنها حميدة، وإن بدأت تضايقني وتثير حرجها. لقد تكررت النوبات عدة مرات طيلة الليل، وفي الصباح كنت لم أغمض عيني ثانية واحدة. الآن صار الوجود كله غشاوة بيضاء لزجة، وثمة عقل آخر صار يفكر ويتخذ للقرارات. لا بد من حل، لن يستمر الوضع على هذا المنوال. أخنقها؟ لا طبعا، لست ميالا إلى هذه الحلول الثورية، فأنا ما زلت أحبها كما تعلمون، ولنفس الأسباب يصعب أن أطلقها. لا بد من حل. الممرضة الكينية ماري بدينة كفرس النهر، يلمع جلدها كقشر الباذنجان، أسنانها بيضاء كصفحات كتاب، وهي ظريفة كما ينبغي لمن كانت في هيئتها. قابلتها أمام عيادة الأطفال فبادرتني محيية، وسألتني عن الدكتورة برنادت التي طال غيابها. إنها تحبها حقا، وليس في هذا عبقرية ما، كل من يعرف برنادت لابد أن يهيم بها حبا، ثمة إجماع عالمي على ذلك، وكأنها تشارلي تشابلن أو ميكي ماوس كما قلت من قبل. خير يا دكتور، مستنين خبر سعيد ولا إيه؟ في أعراض جميلة؟ هو في حاجة بس اسمها أعراض جميلة في الدنيا؟ طبعاً في دوخة، قيء صباحي مثلاً. كان هذا يثير جنوني عامة، فالأمر من أخص خصوصياتنا، وأنا أمقت من يسألني كل دقيقة عما إذا كنا ننتظر طفلاً أم لا. هذا شائع في مصر، وقد اعتدت أن يسألني الناس أولاً عما إذا كنت تزوجت أم لا، فكنت أرد في خجل وشعور بالذنب. صحوت اليوم متأخرا فلم أتزوج، ذلك المنبه الأحمق لم يوقظني. قلت للممرضة وأنا أتأهب للانصراف: لا مفيش حاجة يا ستي من الكلام ده، مجرد قشعريرة وركفة بس. وكدت أنصرف فعلا حين سمعت المرأة تشهق وتضرب صدرها. ركفة؟ غريب قوي.
هو غريب فعلا، بس مالك يعني مش للدرجة دي. دي لعنة يا دكتور، لعنة. لعنة؟ آه، أم الطفل اللي مات مع دكتورة جونز آخر حاجة قالتها لها إنها بتتمنى تشوف الدكتورة بترتجف من الخوف، ترتجف طول حياتها. إيه الهبل ده؟ قالت وهي تعتصر الصليب المعلقة على صدرها وترتجف. الست ما كانتش كويسة يا دكتور، ما كانتش طبيعية، أنا متأكدة إنها مشعوذة أو ساحرة أو يمكن على اتصال بالأرواح، ولما ابنها مات اتجننت، ده اللي قالته الدكتورة جونز. أتمنى أشوفك بترتكفي طول عمرك. وده كلام فارغ، برنادت ما جاتش جنب الولد أصلا. آه بس الست في الموقف ده مش هتفكر بالمنطق، هي متأكدة إن الدكتورة أصرت تدخل حقن صدر الولد وحاولت تمنعنا، بس الدكتورة ما سمعتش الكلام، وكان عندها حق، والولد مات والدكتورة عاشت ما حصلهاش حاجة، ومين هيصدق ست فقيرة غلبانة لما تتهم الطبيب إنه قتل ابنها؟ أنا مش عارف أنت بتجيبي الكلام ده كله منين، ده لو الست هنا ما كانتش اتهمت برنادت بالشكل ده. يا دكتور لا، أنا مش بتهمها، أنا بس بحاول أوصلك الست دي بتفكر إزاي. نادها أحدهم من عيادة الأطفال فهزت رأسها وعادت إلى الداخل ولم تنسى أن تقول لي: صدقني فكر بالطريقة دي، جرب تحط نفسك مكانهم، يمكن تعرف تنقذ دكتورة جونز. وأنا اللي كنت فاكراها مستنية خبر سعيد. طبعا ليس هذا النوع من الكلام مما يعلق بالذاكرة، وقد كان علي أن أنساه على الفور وأسخر منها، لكني تذكرته من جديد. تذكرته عصرا حين دخلت الغرفة، تذكرته حين عادت نوبة القشعريرة إلى برنادت، تذكرته حين تذكرت الفترة الزمنية القصيرة جدا بين الحادث وبدء الأعراض، تذكرته حين سألت برنادت عن رأيها فقالت إن هذا ليس سخيفا إلى هذا الحد. الست كانت بتهددني، فهمت ده وحسيت بيه من غير ترجمة، كان باين في عينيها إنها مش بتهزر. انت عايزة يعني تقولي إن في لعنة بتطردك؟ مش عايزة أقول حاجة، بس في حاجة ملهاش تفسير بتحصل وأتمنى أخلص منها، أنا فعلا خايفة. وحين نظرت إلى عينيها كانت تبكي. قلت للموظفة المسؤولة عن السجلات: أنا عايز اسم الست دي والقرية اللي جت منها. كانت الموظفة فتاة كينية تعسة جدا ونحيلة جدا، يبدو أنها تختنق من ثقل العوينات الغليظة التي تنحدر على أنفها، وكانت تذكر الحالة بالضبط لأن تحقيقا جرى حولها. فتشت في الأوراق قليلا ثم قالت: يوم الأربعاء، جت يوم الأربعاء، اسمها لواما، قالت إنها من فوي، لا مفيش أي بيانات تانية عندي. فوي؟ أيوة أنا سمعتك، قصدي فين فوي دي؟ دي قرية صغيرة مش مهمة خالص، لكن في خط سكة حديد وصلها بجبل كليمنجارو، يمكن دي الحاجة الوحيدة اللي بتميزها. لم أكن أعرف الكثير عن كينيا، رأيت الكثير من الطائرة، لكن يمكن القول إنني لا أفقه شيئا في أي موضع يبعد عن بحيرة تانا. من السخف أن أفكر في البحث عن تلك المرأة، لكن شيئا ما يقول لي إن القصة لم تنتهي بعد، وإن علي أن أعرف أين هي. على الأقل سأبقي هذه المعلومة في أعماق ذهني وأنثر فوقها طنا من المشاغل اليومية. كان علي أن أرحل، ولكن كيف أرحل وبرنادت في أسوأ حال؟ إن الهالات السوداء تحيط بعينيها، وأحسبها فقدت 5 كيلوغرامات كاملة في 3 أيام. النوبات تصيبها الآن بانتظام يثير الإعجاب، ربما 10 نوبات في اليوم، لا تطول الواحدة أكثر من 5 دقائق، لكنها تتركها حطاما بشريا. كنت أرى جارنا يعدم الفئران التي تقع في مصيدته بطريقة عجيبة قاسية، كان يمسك بالمصيدة ويرجها بأعنف ما يستطيع ولمدة 5 دقائق، فإذا انتهى وجدت جثة الفأر مكومة في المصيدة لأنه لم يتحمل كل هذا الارتجاج. حسن، أنا أتخيل ما يمكن أن يحدث لإنسان يمر بهذه التجربة، خاصة لو كان هشا رقيقا مثل ملاكي الصغير.
مرتبا لهذه الأمراض الإفريقية الغريبة التي لا يستطيع أحد تشخيصها. ألم يقل لي الجميع إنني سأعود من الكاميرون مصابا بحمى غامضة تستمر عامين ثم أموت ويطلقون اسمي على رصيف النقابة؟ أخشى أن أعود أرمل كذلك. المشكلة الآن أنني يجب أن أرحل. يجب العودة إلى مرض الكلا أزار الرهيب وقرى الكيكويو، لأن هؤلاء القوم هناك لا يعرفون معنى التسامح والجدعنة والظروف. لكن كيف أتركها؟ قالت لي صديقتها الكندية: ما تخافش، هخلي بالي منها. طبعا لم أثق بشيء، لكني تظاهرت بأنني أثق. كان علي أن أثق كي أتمكن من ممارسة حياتي من جديد. وكانت طائرة الهليكوبتر تنتظرني، وكانت محركاتها تهدر مطيرة ثيابنا وشعورنا والغبار في عيوننا، معلنة أن علينا البدء بنوع جديد من المشاكل. كنت عصبياً كالعادة كلما ركبت الهليكوبتر، لأن وسيلة الطيران المهتزة هذه لا تبدو لي ثابتة بما يكفي كي تضمن حياتي، بل أنا لا أفهم المعجزة التي تظل ثابتة بها فوق الهواء بينما هي أقرب إلى قطعة صفيح تحاول السقوط في أي لحظة. قال لي الطيار وهو يمضغ شيئاً ويصرخ كي يصلني صوته فوق المحركات: هنبدأ النهاردة بمجموعة قرى قريبة من فوي. بتقول اسمها فوي؟ فوي؟ أيوة سمعتك. قصدك فوي اللي مربوطة بجبل كليمنجارو بخط سكة حديد؟ أيوة بالضبط كده. كان هذا غريبا، مصادفة غير معهودة، لكن أشياء كهذه تحدث من حين لآخر، ويحكمها قانون الصدفة العجيب الذي يشعرنا دوما بأن هناك تخطيطا أكثر تعقيدا مما حسبنا يدور من حولنا. ونظرت إلى الوراء حيث كانت مجموعة الممرضات يعددن عقاقيرهن ودفاترهن. ربما يعرفن شيئا عن فوي هذه. بعد دقائق بدأت الطائرة تدور حول نفسها لتسقط، أعني لتهبط بتلك الطريقة الدوامية المرعبة. وكان ما أراه بالفعل مدينة صغيرة، مدينة لها طابع الغرب الأمريكي كما نراه في الأفلام، تلك المدينة التي ترتبط بالسكك الحديدية والتي يكون فيها النشاط البشري الأساسي هو الشحن، شحن أشياء ما توضع في عربات قطار بدائي يصلح كي تطارده خيول الهنود الحمر. وتوقعت أن يظهر مأمور القرية في أي لحظة. كان هناك قطار بضاعة وبضع عربات متناثرة على قضبان مجاورة وتحويلة وأوناش عملاقة وميزان عربات، وكان هناك حشد من الحمالين يقفون يرمقوننا في فضول حيث نزلت الطائرة ومحركاتها لم تكف بعد. حين صار الاقتراب ممكنا رأينا رجلا أسود أصلع الرأس نحيلا يلبس قميصا أبيض قصير الكمين ويضع في قدميه صندلا، وفي جيب قميصه قلمان وعلبة السجائر الأمريكية الحمراء إياها. جاءنا بخطوات سريعة تنم عن النشاط والعملية، وقال بإنجليزية لا بأس بها وهو يصافحني: أهلا بكم، أنا طبيب وزارة الصحة في القرية المتواضعة دي. اسمي أدوام، دكتور أدوام. وفي مكتبه الضيق المتواضع كان هناك جهاز تكييف صاخب عتيق الطراز وبضع علب من المياه الغازية الباردة وممرض عجوز كالعادة وكومة من الجرائد والمجلات وصورة زعيم ما على الجدار لا أعرف من هو. الخلاصة أن الوضع كان مترفاً أكثر مما يمكن تصوره، وبدا لي أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان. قارن هذا بأكواخ الكيكوي القذرة وعجين الكثافة، قال لنا وهو يفتح لنا بعض العلب: مهمتي أني أنسأ لكم تزوروا أنهي قرى، والتعليمات اللي جات لي أنكم هتبدأوا دايماً من عندي. سيجارة؟ حد بيدخن؟ لا؟ أحسن، هي مدرب الصحة عامة. وأشعل لفافة تبغ ونفث الدخان في الهواء. عادة سيئة، سيئة جدا. كانت هناك خارطة جدارية متآكلة لا يمكن فهم شيء منها، لكنها كانت واضحة بالنسبة له. هنبدأ من القرى دي وبعدين هنتجه لهنا، ولما نخلص يبقى فاضل لنا هنا وهنا. هتيجي معانا؟
المفروض بس لو تكرمتم هتسمحوا لي أسيبكم تروحوا لوحدكم أحيانا، وده طبعا بيننا وبين بعض. ها؟ وغمز بعينه في خبث وأردف. عندي كم مسؤوليات رهيب، آخر حاجة تهمني دلوقتي هي الكالازار، فاعذروني معلش. مفهوم طبعا مفهوم. تم التعارف بسرعة. أعتقد أنه ليس سمجا إلى هذا الحد. وعندما غادرنا المكتب وقد اتفقنا على الخطة العامة لهذا اليوم، كانت هناك سيارة لاند روفر تنتظرنا، وسائقها يتسلى بالتهام برتقالة يقشرها بأظافره العارية وقد استند في تراخ إلى سيارته. ده مصطفى السواق بتاعنا في الحملة دي. صافحت مصطفى فصارت ليدي رائحة قشر البرتقال العطرية، وخطر لي أن أسأل سؤالا عن لي. كنت عايز أسألك على حاجة، ما سمعتش عن واحدة ساحرة في البلد دي اسمها لواما؟ نظر لي الطبيب في عدم فهم ثم هز رأسه. والله المكان هنا كبير ومليان قرى، بس ممكن أسألك. وسأله بالسواحلية. كالعادة استغرق السؤال وقتا طويلا جدا، وكان رد مصطفى هو أن هز رأسه وأشار إلى أحد الواقفين عن بعد. عرفت أنه قال إن اسمه مولاجو وأنه ربما يعرف. وعندما سأله الطبيب بدأ مولاجو يفكر في ذكاء شاعرا بأهميته، ثم أشار إلى بعيد نحو مجموعة من المباني وقال بإنجليزية رديئة: عندي جار. هنا بدا التذكر على الطبيب الكيني. ليكن قصدك الست ياها دي. بص مش متأكد من اسمها بس فاكر الحالة. وكانت ايه الحالة؟ كان ليها ابن مريض، انا كشفت عليه الاول وبعدين حولتهم على سفاري، الامكانيات هناك احسن. طيب ابنها ده مات فعلا؟ خسارة، انا ما سمعتش حاجة عن الموضوع، غالبا دفنته بمعرفتها وما بلغتناش بحاجة، بس بتحصل يعني. قال مولاجو في ذكاء شديد: عند شارل. ومين شارل ده؟ لا ما عنديش فكرة الحقيقة، بس ده مش وقت عموما، لازم دلوقتي نتحرك قبل الشمس ما تشد علشان نلحق نرجع قبل دخول الليل. لم يكن يوما سيئا، كان القوم متحضرين وكان الود سمة عامة في تعاملات اليوم. صحيح أن دكتور أدواما كان يدخن كمحرقة الجثث، لكنه كان لطيف المعشر وقد استرحت له. أما بالنسبة لداء كالا أزار فكان قليلا في تلك القرى، ويبدو أن ذبابة الصحراء مسالمة هنا نوعا. عندما دنا الغروب كنا قد وصلنا إلى مكتب فوي، وكنا قد قمنا بعمل طيب. قلت له إنني سأعود مع فريق العمل بعد غد وودعته، وطبعا نسيت كل شيء عن تلك المرأة وعن شارل هذا. وهرعنا إلى طائرة الهليكوبتر وقد بدأت تشق طريقها عبر الأجواء التي صارت زرقاء تماما، توطئة لأن تكون سوداء. حين وصلت إلى سفاري أدركت أن هناك مشكلة ما. سقط قلبي في قدمي حين دخلت الغرفة لأجد أنها خالية على عروشها، وأن الفوضى ضاربة أطنابها، ملآة هنا وغطاء فراش هنا ومحقن فارغ هناك. وكان الطبيعي أن تكون برنادت هنا وأن تكون الغرفة منسقة لأنها لا تطيق الفوضى. ثم كارثة قد حدثت. خرجت من الغرفة وأنا لا أعرف ما أفعله أو أين أبحث. في اللحظة التالية قابلني طبيب أسترالي كان مرا ورأى مظهري المبعثر المذعور، فقال لي في شفقة: هي في العناية المركزة دلوقتي. العناية الإيه؟ لا هدي نفسك كده يا دكتور، الموضوع مش خطير للدرجة دي، بس نوبات الصرع رجعت لها تاني. صرع؟ هتفضل تردد آخر كلمة بقولها كده على طول؟ لو كده أنا ممكن أمشي لأن ورايا شغل. كنت قد تركته ورحت أركض كالمجنون نحو العناية المركزة. فتحت الباب كأنني راعي بقر يفتح باب الحانة الشبيه بجناحي الوطواط، وكراعي بقر دخلت لأقابل سينيوريه الباسم بلا سبب. تركته واندفعت إلى الداخل وشققت طريقي بين الستائر الخضراء السميكة، فقط لأجدها جالسة على الفراش النظيف تقرأ رواية فرنسية ما على ضوء المصباح الجداري فوقها. كانت هانئة كقطة،
وقد جعل هذا أعصابي المتوترة تسترخي فجأة، واسترخاء أعصابي جعلني أفقد السيطرة على عضلاتي. سقطت على ركبتي جوارها ورحت أضحك، لكنه ضحك اهتزازي يوحي بالجنون أو الدنو منه. وضعت يدها على رأسي وقالت: أنا كويسة يا علاء، معلش خضوك، أكيد مفيش غير إن النوبات بقت بتتكرر قوي. بس لا لا، ما دي حاجة تطمن، يعني إن النوبات بتتكرر بس. ميشيل بتقولي إن شفايفي كانت بدأت تزرق وأصرت إن أفضل في العناية، ضربات القلب كمان ما كانتش منتظمة خالص تقريبا. هذا لم يعد مزاحا، إن حياتها في خطر بالفعل، وعلي أن أعرف السبب، والطب لم يعرف السبب. فهل غدا سأطلب إجازة؟ فإن لم يوافق ستيجود فلا سوف أستقيل، يجب أن أعود إلى فوي. يمكنني الانتظار إلى ما بعد غد، لكن الأحداث تتطور بسرعة وعلي أن أجد حلا عاجلا. وفي الصباح كنت قد ظفرت بإجازة لمدة يوم، أما بعد غد فلا سوف أكون بانتظار القافلة الطبية حين تصل بالهليكوبتر. اطمأننت على برنادت وأخبرتها بمن تويت. أنت هتصدق الكلام الفارغ ده ولا إيه؟ مش عارف، أنا حاسس إني لازم أقابل الست دي وأقنعها إنك ملكيش أي دخل بوفاة ابنها. وتفتكر هتصدقك؟ وأنا مش هخسر حاجة بقى. ثم انطلقت قبل أن تقنعني بأنني سخيف. سأذهب إلى فوي، سأقابل المرأة الغامضة، سأعرف ما تعرفه عن هذه القصة. قال لي دكتور أداواما: أنا مش فاهم إيه سبب حماسك للموضوع، بس أنا هريحك. كان هذا بعد 3 ساعات من السفر في أشق الطرق وأغرب وسائل المواصلات طراً. هذه من اللحظات التي تعرف فيها نفع الهليكوبتر، التي تقطع المسافة في دقائق. لكن الهليكوبتر طبعاً خاصة بسفاري، ولن تخرج من أجل سواد عيني أو زرقة عيني برنادت. نادى الطبيب مولاجو، ثم فتح لي دون كلمة علبة من المياه الغازية التي يبدو أنها تتوالد تلقائيا عنده. وسرعان ما ظهر مولاجو، فسأله الطبيب بالسواحلية بضعة أسئلة. يبدو أنني نسيت أن أصف لك مولاجو. كان ضخم الجثة ذا شارب كث كالفرشاة، ولم يكن يلبس من الثياب إلا فانلة داخلية وسروالا قصيرا، وكانت قدماه ضخمتين حافيتين يكسوهما الغبار حتى الكاحلين. قال بإنجليزيته الرديئة إياها: الست عند شارل. مين شارل ده أصلا؟ الفرنساوي. بدأت أفهم، هناك فرنسي يدعى شارل والمرأة عنده. إن سيل المعلومات هذا يفوق قدرتي على الاستيعاب. قال له أدوام بالإنجليزية وهو يسترخي في مقعده: عايزك تاخد الدكتور على هناك يا مولاجو، ده صديق عزيز. عند شار، الست عند شار. ثم خرج من الغرفة فأشار لي الطبيب أن أتبعه، ولما رأى ترددي قال ما معناه: إن مولاجو غريب الأطوار محدود الذكاء، لكنه شهم خدوم. ومشيت بمحاذاة قضيب القطار مع مولاجو الذي لم يكن يبالي بالحصى الحاد وبقع الجازولين تحت قدميه. هاتان القدمان اتخذتا طبقة كثيفة من الخشونة والاحتكاك، حتى صارتا حذائين ممتازين يصلحان لاجتياز أي عقبة. وأنا لسه مش فاهم مين شارل ده. عند شارل، الست عند شارل الفرنساوي. أيوة ماشي تمام، حاضر. بيعمل ايه شارل ده يعني؟ ولا حاجة، ده جوزها. بدا لي الامر غريبا، امرأة من الكيكويو متزوجة من فرنسي يدعى شارل، والغريب انها تمارس كل طقوس الكيكويو وتسكو ببغل البقر على ثيابها. ما ليس هناك شيء غريب هنا؟ المكان الذي قصدناه كان اقرب الى مخزن مواد غذائية. هناك شكائر حبوب متراكمة تذكرك بوكالات الإغاثة، وهناك علب من الأسمدة، وهناك رجل أجنبي في 40 من عمره يجلس على مقعد من الخوص في الشمس يطالع جريدة ما. لقد كان يوما باردا إلى حد ما، فلما رآنا
رفع عينيه عن الجريدة ولم يبد مودة كثيرة. قلت له: إحنا عايزين لوامة مراتك. كان من النوع الذي يدلي العوينات على قصبة أنفه ويكلمك من فوق إطارها العلوي. أقدر أعرف ليه بالضبط؟ كنت أقول له إن هذا ليس من شأنه، ثم تذكرت أن المرأة زوجته وأنه الوحيد في العالم الذي يحق له توجيه سؤال كهذا، فقلت في كياسة: عايز أعزيها في مصابكم الأليم وأسألها على حاجة كده. ابتسم في رقة ومودة، ثم طوى جريدته ونادى بأعلى صوته: لوامة، يا لوامة تعالي. هو أنت إزاي اتجوزت واحدة من الكيكويو؟ دي قصة طويلة. كانت هربانة من قرية فوي بلا حبيب ولا قريب، وكنت عايز أحميها، وما فيش طريقة أحسن من إني أتجوزها، وبصراحة طلعت زوجة ممتازة. هنا سمعت خطوات قادمة من الداخل، وبعد قليل رأيت امرأة سوداء ترتدي ثيابا أوروبية، وأعترف أنها كانت جميلة، جميلة ونظيفة جدا. رأتنا فاتسعت عيناها البيضاوان في وجهها الأسود، وقالت بفرنسية ممتازة لا يستطيع ديكارت الكلام بها: في إيه يا شارل؟ الشاب ده عايز يقدم لك واجب العزاء. يعزيني في مين يا شارل؟ مش عارف، ما هو دايما في حاجة تستحق العزاء. هنا بدأت أفهم سوء الفهم الذي اقتادتنا إليه الأحداث، وسألت في شيء من عصبية وسألتها: وحضرتك ما فقدتيش طفل من أيام في المستشفى؟ لواما عملت إزالة رحم من 5 سنين يا عزيزي. تراجعت وأنا أعتذر في حرج، وإن أدركت بوضوح أن الفرنسي يسخر مني لاعبا لعبة البرود والردود الغامضة التي لا تقطع بشيء. فقط قلت للمرأة وأنا أستعد للانصراف: أنا آسف جدا، في خلط حصل، وأكيد تشابه الأسماء كان السبب فيه. أرجوكم اقبلوا اعتذاري تاني، بس هل تعرفوا أي واحدة تانية اسمها لوامة هنا؟ نظرت إلى زوجها محاولة التذكر، ثم قالت: أيوة، في لوامة تانية فعلا، بتروح وتيجي بدون مواعيد، تقريبا ساكنة في الجبل، وأفتكر إنها كانت مجنونة. هذه هي من بين 1000 لوامة قد تكون هنا، فلا بد أن لوامتي هي المخبولة بينهن. ألم تقل برنادت إنها تبدو مشعوذة أو كالمجاذيب؟ طيب ممكن ألاقيها إزاي؟ مش هتلاقيها، مستحيل. ليه يعني؟ ما هو أنا لو دورت كويس أكيد هقدر أوصل لها. محدش بيلاقي لوامة، هي لو عايزك هتلاقيك. قال ماسومو وهو يرتجف من الرعب كعادته: ما قدامكش غير انك تدخل، وما كدبش عليك، الدخول معناها لك اكيد، لكن انك ما تدخلش معناه موت، مفيش منه مفر. فكرت في كلامه فوجدت ان خياراتي واسعه فعلا، وكان قراري الذي هو ليس صحيحا بالضروره ان ادخل. ان القبور تزخر بالشجعان كما قالوا، وأنا أكره أن أبيت في قبر آخر، لكن لا خيار لي. حين عدت إلى مكتب دكتور أدواما وجدته منهمكا بتوقيع مجموعة من الأوراق، وقد كانت الساعة الآن 2:00 ظهرا، ويبدو أنه كان راغبا في الخلاص مني كي يتفرغ للغداء. قال لي وهو يوقع الأوراق ولفافة تبغ تتدلى من فمه: ها عملت ايه؟ ما طلعتش هي فعلا؟ بيقولوا في واحدة تانية في الجبل، مش كلام ما فهمتوش، هي اللي بتلاقي اللي هي عايزة تلاقيه. لم اعد اسمع نفسي لان قطارا دخل المحطة في هذه اللحظة، والحقيقة ان فوي باسرها محطة قطار كبيرة. في النهاية عرفت انه يقول: وحترجع ولا هتستنى الطيارة بكرة؟ كنت راغبا أشد الرغبة في العودة. إن برنادت ليست على ما يرام، لكني فكرت راجفا في الرحلة الشاقة التي تنتظرني. بعد تفكير قلت له: عندك تليفون هنا؟ رفع حاجبيه كناية عن الدهشة مع ابتسامة خفيفة وقال: طبعا،
انت في مدينة متحضرة يعني. طيب معلش انا عايز اطلب سفاري. مد يده في درج المكتب واخرج جهاز هاتف لاسلكي وقذفه لي، وقال وهو يواصل تصفح اوراقه: اتفضل خد وقتك. طلبت سفاري واستغرق الامر وقتا لا بأس به من الجهد، لان الخطوط هنا ليست شبكة خطوط نيويورك بالطبع. وفي النهاية سمعت صوت الكمبيوتر يرد علي، وتمكنت من أن أتصل بالعناية المركزة طالبا أن أتحدث إلى برنادت. جاء صوتها، وهذه المرة لم تكن تشبه القطة الهانئة في شيء. ألو عليك، أنا مش كويسة خالص، أنا حاسة أني بموت، متأكدة أني حموت لو ما لقيتش الست دي وحاولت أتفاهم معاها. صحت بصوت عال كي أقهر المسافات وصوت القطار. ايوه برنادت، ما انت كنت بتقولي الكلام ده كله تخريف يا برنادت. لازم تلاقيها يا علاء، هي مسؤوله عن اللي بيحصل لي ده. بس انا مش عارفه الاقيها، التانيه بيقولوا انها في الجبل. هنا انقطع الاتصال، وجلست في غباء ارمق السماعه لبضع دقائق. الان صار علي واجب مقدس، هو ان ابقى هنا وابحث عن تلك المراه. لماذا؟ لان برنادت تعرف ان هذا مهم، لان برنادت اقتنعت الان أن هذا مهم. لا أدري كيف يكون مهما، إن الكلام عن ساحرة عجوز والتوسل لها كي تنزع لعنتها لأمر لا أبتلعه تماما. هذا يناسب كتيبات ما وراء الطبيعة، لكنه لا يناسبني حتما. هناك تفسير منطقي ما لهذا كله. رفعت وجهي عن الأرض وقلت لأدوامة: هو أنا ما أقدر أبات فين هنا؟ للأسف ما فيش فنادق. بص، هو الحل انك تبيت عندي. فعلا؟ بس والله انا مش عايز اتعبك معايا. خلاص خلاص، تبيت عند كولو، راجل عجوز وطيب ومش هيبالغ في سعر الليلة، اصل انت هتبقى اول واحد يبيت عنده من سنتين. كانت افكار عدة تجوب ذهني. انه لم ينتظر كي يلح علي، انما تنصل من عرضه سريعا، وهو ما نعبر عنه في مصر بمصطلح عزومة مركبية. يبدو أنه كان يجب ألا أتظاهر برغبتي في عدم إحراجه. دخل مصطفى السائق الغرفة حاملا برتقالته الشهيرة، فوجه له بضع عبارات بالسواحلية، كان هذا كافيا. أشار لي مصطفى أن أتبعه، وبعد دقائق وقفت السيارة أمام بناية صغيرة من القرميد، وضغط على النفير. خرج لنا عجوز إفريقي منحني الظهر، يحيط برأسه شعر كثيف رمادي كأنه أسد عجوز، وتبادل الرجلان بضع عبارات. في النهاية وجدت نفسي أدخل إلى غرفة نوم صغيرة، بالتأكيد هي غرفة نوم لأن فيها فراش، ومن الواضح أن أحدا كان ينام فيه من دقائق. غرفة في غاية القذارة بلا جدال، تفوح فيها روائح عضوية لا يمكن حصرها أو تحملها. سأريح أعصابك فلا أصف التفاصيل، لكن يجب أن أقول إن قضاء ليلة هنا لا يتحمله فأر. بفرنسية رديئة قال العجوز إن هذه غرفته، فلا يوجد سواها، وأنه إكراما لي سيبيت في الخارج، وذلك مقابل شيلين كيني عن الليلة، وهو شرف كنت أرجو لو تنازل عنه. أخيرا أجد نفسي وحدي في الغرفة، لكن لن أبقى هنا ثانية واحدة. أنا لم أبت هنا للفندقة، دعك من أن تكون هذه هي الفندقة المرجوة. خرجت من الغرفة إلى البيت الضيق القذر، فوجدت العجوز كولو جالسا على الباب يدخن ما نسميه سجائر لف. كان جالسا على الأرض في وضع الاحتباء، مباعدا ما بين ركبتيه النحيلتين في سرواله القصير. جلست القرفصاء على الأرض جواره، لم ينظر لي، فقط بصق بصقة عملاقة على الأرض وقال في لا مبالاة: الدبان 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 كتير قوي هنا. الدبان الدبان ايوه الدبان فعلا. وظللنا لعدة دقائق نتبادل كلمة واحدة هي الذباب، حتى انها صارت محادثة بليغة جدا لها ألف معنى. ثم وصلت الى سؤالي الاول: انت تعرف لواما؟ لواما عند شر؟ لا، بتكلم عن واحدة ثانية، بيقولوا انها عايشة في الجبل. فكر قليلا ثم نظر لي في عيني وقال: عايزة في؟ كان من الطراز الذي لا يعطيك معلومة
إلا لو عرف سبب السؤال عنها، وأنا أمقت هذا الطراز، خاصة أنك تقابل الكثيرين ممن تسألهم عن فلان فيسألك ساعتين عن السبب الذي تريده من أجله، وفي النهاية يعتذر لأنه لا يعرف أين هو. لكني كنت مجبرا، وقد حكيت له القصة الغريبة قدر ما استطاعت فرنسيتي أن تبلغه. حين تكلم من لا يجيد لغة ما، يكون عليك أن تشوه لغتك ونطقك كي تصل إلى فهمه. في النهاية قال لي: خلاص كده فهمت أنا أنت تقصد أنهي لوامة، وخلي بالك عشان مراتك في خطر. لوامة اللي بيدوس لها على طرف بتلعن، ولعنتها مؤذية بتخليهم يترعشوا لحد الموت. هي دي الطريقة اللي بتقتل بيها لوامة أعدائها. وراح يرتجف كأنما ليؤكد كلامه. كدت أجن، هذا الرجل يؤكد الخرافات التي أريد أن أنفيها، لكن الدلائل أقوى من أن تضحض. طيب أنا ممكن ألاقيها إزاي؟ مش هتلاقيها، لوامة بس اللي هتلاقيك لو عايزاك. أيوة فاهم، لوامة هي اللي هتلاقيني. ماشي. أفكر قليلا ثم غمغم وهو يحك رأسه الأشعث بما فيه من كائنات. بص، عايز توصل لها اسأل مولونجا، هو ممكن يدلك عليها. ولاقيه فين بقى مولونجا ده؟ عند المحطة عامل تحويلات القطر، هتلاقيها في الكشك على طول. نظرت إلى الشمس التي ما زالت تتوسط السماء، ثم أخرجت شللا دسسته في يد الرجل. طيب امسك دول، وشكرا على المعلومة، أنا مش محتاج الأوضة خلاص. ونهضت مسرعا متجها إلى المحطة. طبعا كان الأمر مسليا سهلا، دعك من أن أكثرهم لا يتكلم إلا السواحلية، فإن مولونجا نصحني بالسؤال عن تارو، وتارو اقترح أن أسأل مامادو. مامادو بحث لي عن مومينا كي تسأل عن مصطفى، وهو مصطفى آخر غير السائق، وفي النهاية اقترح مصطفى أن أسأل ماسومو، وكان ماسومو هذا هو أول طرف جدي للخيط. لو أن هذه البلدة الصغيرة كانت في كتاب الجغرافيا للصف الثاني الإعدادي، لكتبوا تحت عنوان النشاط السكاني الخاص بها عبارة: كل ما يتعلق بشحن وتفريغ وتجهيز قطارات البضاعة. وبالتالي كان كل سكان البلدة حمالين أو عطشجية أو ميكانيكي قطارات، بلدة يعرق أهلها الجازولين بدلاً من الماء. كان مسومو حمالاً، وقد اهتديت إليه بعد عناء. كان جالساً على الأرض جوار كشك التحويلة يلوك شيئاً ما، وكان في العشرين من عمره، نحيلاً ككل سكان البلدة تقريباً، له شارب كث وبشرة سوداء مزرقة قليلاً، وكان يلبس قميصاً على اللحم عقده على بطنه كأنما هو في رحلة خلوية، وسروالاً قصيراً، وله ذات القدمين الحافيتين الغليظتين لرجل لم يرتدي الحذاء منذ 10 سنوات. كان خائفا على الدوام، وقد أشفقت عليه كثيرا بمجرد أن دنوت منه كأنني مندوب العصابة الذي جاء لقتله. قال لي وهو يرتجف: أنت مين؟ أنا صديق. قلتها في ثقة، وللمرة الألف حكيت له قصتي، وكان يفهم الفرنسية لحسن الحظ. لوامة؟ لا أنسى، مش هتلاقيها، أصل لوامة دي لو عايزاك هي اللي هتلاقيها. يا للملل، هؤلاء القوم لا يعرفون شيئا عن أي شيء. إذن يبدو أنني سأبيت في تلك الغرفة القذرة وأعود مع الهليكوبتر خائبا غدا. لما رأى خيبة أملي سألني في اهتمام: أنت عايز تقابلها قوي قوي يعني؟ هو مش باين على وشي أني حموت وقابلها، بس صدقني دي الحقيقة. أنا لازم أقابلها. هنا بدأ يتكلم، وكان كلامه غريبا بحق. لوامة دي الرعب المستخبى في الظل، صوت الديابة وهي بتعوي بالليل، الفال الوحش اللي مستخبي في كل ركن. لوامة في كل حتة وفي ولا حتة. لوامة دي بصت الغدر في عينين الديب العجوز وهو بيقتل يا سيدي أشعرت خلاص، إيه البلاغة دي؟ أنا بسألك عن مكانها بس، مش عن أول ديوان شعر ليك. كنت أشعر بيني وبين نفسي أن في الأمر خللا ما.
كلامهم عنها يوشك على أن يمنحها طابعا خارقا للطبيعة، حتى لو كانت هذه المرأة بهذا الخطر، وأنا لا أصدق هذا، فإنني أجد الكثير من اللمسات البشرية في أم تأخذ ابنها للمستشفى. لو كانت بهذا الخطر لعالجته بنفسها، لو كانت بهذا الخطر لما وثقت بالأطباء. هناك تناقض شديد في هذا الذي أسمعه، لكني لا أملك في هذه اللحظة إلا مجاراة هذه الترهات. كان علي أن أفعل ما طلبته برنادت، كان علي أن أتمادى في حماقتي إلى آخر حد. مددت يدي في جيبي وأعطيته شلنا راح يرمقه في ذهول غير مصدق. هل ما زال هناك حمقى في هذا العالم؟ هل ما زال هناك أثرياء؟ وليك زيهم تاني لو دلتني على مكانها. نهض من مكانه، وقف لحظة صامتا ينظر إلى الأفق، ثم بدأ يتكلم. الجبل الأبيض جبل مليان بالأسرار المخيفة ومتحوط بالغابات، سهل إننا نطلعه، لكنه مليان طلاسم وأساطير، والست موجودة هناك. أنت بتتكلم عن كليمنجارو؟ هنا اسمه الجبل الأبيض. أنت بتقول إننا هنتسلقه؟ لا، مش هنحتاج نتسلقه، هنزور الكرة اللي حواليه، يمكن نلاقي اللي احنا عايزينه هناك. هدأ روعي قليلا بعدما تصورت نفسي ألبس ثياب وحذاء التسلق وأربط خصري بالحبال، بينما أمشي على جرف صخري ضيق، ثم أسقط وأموت طبعا. من يسقط ويموت إن لم يكن أنا؟ كان الاسم المهيب يثير الهلع في نفسي، خاصة بعدما جعل هيمينغوي هذا الجبل أسطورة في روايته ثلوج كليمنجارو. فيما بعد قدر لي أن أتسلق هذا الجبل، هذه قصة أخرى سأحكيها في وقتها. طيب نتحرك إمتى؟ تأمل الشيلن الذي في كفه وابتسم. هذا مناسب، قطر البضاعة اللي رايح على الجبل هيتحرك كمان نص ساعة بالظبط. لا أحب كثيرا أن يكون رفيق رحلتي هو هذا الفتى المذعور، لكن ما باليد حيلة، إنه الوحيد الذي قال لي إنه يستطيع العثور على المرأة، والمرأة لها علاقة ما غامضة بما يحدث لزوجتي، وما سومو سيقودني إلى هناك، ليس لأنه شجاع، ولكن لأنه كما قال لي فيما بعد يحب المال ربما أكثر من الحياة نفسها. منطق غريب، منطق يسمو فوق المادة من أجل المادة. لا، واضح ان الفلوس يعني بتديك ده، بتديك شجاعة ما حصلتش. بص، كلنا هنموت، يعني واحد يموت جيبه عمران احسن ما يموت مفلس او يموت من الجوع. وهكذا ترونني الان اقف في محطة القطار الخالية، اداعب بطرف حذائي بقع المازوت المتناثرة على الارض وافكر، هل انا مجنون؟ ليست معي حقائب ولا متاع، فقط معي مبلغ محدود من المال في جيبي، ليست لدي خطط من أي نوع. سأبحث عن المرأة وعندما أقابلها سأفهم. من بعيد أرى ماسومو قادما يعرج بطريقة لم ألحظها من قبل، حمال أعرج. هذا هو ما معي من عتاد، كان يحمل في يده منديلا عملاقا ملفوفا حول شيء ما يذكرك بفلاحين حين يذهبون إلى الحقل، وكان في قدميه حذاءان مهترئان من النوع الذي كانت تمارس به الألعاب الرياضية من 10 أعوام. أشار إلى قطار بضاعة يقف بعيدا عن الرصيف، فمشيت نحوه متثاقلا. طيب لو حد شافنا طيب ولا؟ كان رده عمليا جدا، لقد وثب إلى العربة المفتوحة الباب، ثم مد يده الخشنة كي يساعدني على الوثب، متسلل إلى القطارات. هذا أنا بعد كل هذه السنين، يا له من عار، لكن نظرة واحدة إلى عربة القطار كانت كافية كي يتوقف تأنيب ضميري. إنها خالية إلا من بعض أجولة الحبوب وبقرة مقيدة تجلس في الركن، وبالطبع كانت الأرض مغبرة بالدقيق، لا يمكن لأحد أن يتهمني بالبحث عن الطرف أو الراحة. إن رحلتي القادمة هي تعذيب لا أكثر. جلست وجلس ماسومو إلى جواري، فيما بدأ القطار يهتز معلنا بدء رحلته الرهيبة إلى كليمنجارو. أخيرا دوارت المحطة عن عيني، وبدأت أرى الأشجار والخضرة، وشعرت بشيء من الأمل. إن مهمتي ليست عسيرة، بالتأكيد لن تكون عسيرة. يا
تاخد برتقانة؟ قالها ماسومو وهو يفتح المنديل العملاق الذي يضع فيه طعامه. تناولت البرتقالة في صمت، فأنا لم أذق الطعام منذ الصباح، وبدأت تقشيرها ببطء على حين تعالى صوت ماسومو ينشد بصوت عال أغنية ما، أغنية من أغاني الكيكويو تتحدث غالبا عن البئر، عن الحسناء الصمراء التي تملأ جرتها من البئر، عن القمر الذي ينعكس ضوءه الفضي على الحسناء الصمراء التي تملأ جرتها من البئر. هذا صوت البقرة طبعا، والتي راق لها أو لم يرق لها غناء الرجل. من باب القطار أرى جنان النبت الكثيف، أشجار المانجو التي لم تثمر بعد لأن موسمها بعيد، ثم نتوغل عبر هضاب جدباء خالية إلا من أشجار نصف شائكة وكلا إنجاف على الأرض. كانت ساعة قد مرت، والآن يمكنني أن أرى جبل كليمنجارو. لم أره قط على هذه المسافة، وقد بدا لي رهيبا مهيبا كما توقعت بالضبط. احنا وصلنا، قربنا. وقف على الباب المفتوح يرمق السهولة تجري من بعيد، وأضاف: بس الليل داخل، الأحسن نقضي الليلة في القرية ونتحرك بالنهار. أنهي قرية؟ قال دون أن ينظر لي: قرية لوامة طبعا، مال انت فاكرنا رايحين فين؟ كانت تجربة يصعب أن تصفها. رحلة القطار كانت تجربتي الأولى كي أرى كينيا الحقيقية، كينيا التي لا تراها هنا بين جدران سفاري وسط أنين المرضى. كانت قطعان الجاموس البري والزرافات ترمح إلى يسار القطار، وفهمت أن ما يقع يسار القطار هو أكبر محمية للحيوانات الطبيعية في العالم. فيما مضى كان الصيد مباحاً إلى يمين القطار ومحرماً إلى يساره، أما اليوم فقد صار من العسير أن تصطاد ذبابة هنا. أعرف أن هناك محمية هائلة أخرى في شرق الترانسفال في جنوب إفريقيا، ومحمية في الكونغو عند بحيرة ألبرت، وهناك محميات أخرى في السودان وأوغندا. الآن صار كليمنجارو العجوز بقمته البيضاء قريبا جدا، إلى حد أنك تستطيع لمسه بشيء من الحماسة. وبدأ القطار يبطئ. قال ماسومو وهو يعقد أطراف منديله: يلا ننط هنا. صعد الحمد إلى معدتي وهتفت محتجا: يا سلام، ما ينفعش يعني نستنى لما القطر يقف؟ لا، هيقف بعيد عن القرية وإحنا مش جايين نتفسح. في اللحظة التالية كان قد طوار عن عيني، لقد وثب من القطار الذي لا تقل سرعته بعد الإبطاء عن 40 كيلو مترا في الساعة، وهنا لعب عامل آخر دوره معي: الهلع. الهلع من أن أبقى وحدي في هذا القطار المتجه إلى حيث لا يعلم إلا الله، فكيف العودة؟ وماذا أفعل وحدي من دون دليل الأعرج؟ وهكذا أدى الهلع إلى أن أقوم بأشجع عمل قمت به في حياتي: وثبت. أعتقد أن الوثب من طائرة لا يحتاج إلى كل هذه الشجاعة. لقد أغمضت عيني ووثبت في الهواء داعياً الله ألا أجد نفسي تحت العجلات بشكل ما، ووجدت أنني أتدحرج عبر المنحدر. رأيت هذا المشهد في فيلم ما، ترى ماذا كان اسمه؟ لا أذكر، ذكروني بالموضوع فيما بعد. أما الآن فأنا أنحدر فوق أعشاب وشجيرات شوكية، أتقلب، أرتطم، أتدحرج، وفي النهاية أتوقف. أنا سليم، لكن كل عظامي مردودة تؤلمني. وعلى بعد أمتار وجدت ماسومو. كان الوغد يقف على قدميه سليما، بل وبدأ المشي عبر الأعشاب العالية متجها نحو سفح الجبل. هكذا لم يعد مناص لي من الاستغناء عن الشكوى والتألم، ونهضت بدوري لاحقا به. الآن نمشي وسط غابة مزهرة جميلة جدا، لها طابع أوروبي غريب لم أحسبه ممكنا في إفريقيا. مشهد يمكن أن تراه في صور جبال الألب لو كنت تفهم ما أعني. استغرق المشي 10 دقائق، بعدها وجدنا نفسينا نقف أمام المشهد المألوف لقرى الكيكويو. هذه القرى لم أرها من قبل، لكني لن أبالغ لو قلت إني رأيتها 1000 مرة. كانت مسربلة بضوء الغروب الأرجواني الرهيب. قال لي في ذكاء وهو يبصق بذرة ثمرة ما: ودي بقى أيوة قرية الكيكويو، قرية الست. حقا بدا لي الأمر غريبا،
لقد كافحت هذه المرأة كثيرا جدا كي تصل إلى سفاري. كل هذه الحماسة من قريتها إلى القطار، وبالقطار إلى فوي، ثم من فوي إلى سفاري في بورا. حقا لا أفهم، هذا يتناقض مع صورة الساحرة الكريهة المخيفة، بل هو يذكرنا بأم ملتاعة رؤوم كما يرسمونها في مواضيع الرسم في عيد الأم في المدارس الإعدادية. ابتلعت خواطري ومشيت خلف دليلي إلى القرية. كان القرويون عراة تماما كأكثر الكيكويو، إلا من مئزر حول الخصر يستر العورة، وكانوا كالعادة يبردون أسنانهم لتبدو حادة رهيبة. النساء يضعن حلى من النحاس حول سيقانهم، وأساور تشبه الثعابين حول الذراعين، ربما بلغ عددها 20. وتذكرت هنا ما حدث لأحد أصدقائي حين جاءتهم في المستشفى امرأة تلبس هذا العدد من الأساور حول ذراعيها، وكان من المستحيل الوصول إلى أوردتها لولا أن استعانوا بمن يقص هذه الأساور قصا. بالطبع كل أنثى من الكيكويو تضع فوق ظهرها حملا ما، ربما الحطب، وربما طفلها، وربما خليط التابيوكا تشبه البطاطس المهروسة، والحمل يتشبث بالظهر لكنها تدعمه بسير من الجلد يلتف حول جبهتها. هل تلاحظ النساء اللائي لا يضعن أي أساور في الطرف السفلي؟ هذا معناه أنهن متزوجات. طبعا لا داعي للحديث عن روث الماشية على الشعر، فهذا المشهد صار مألوفا لكم إلى حد أنكم لم تعودوا تشعرون بالاشمئزاز. كان الجميع يعرفون ما سومو، لذا كان اللقاء حارا إلى حد ما، وسرعان ما وجدنا نفسينا في كوخ زعيم القرية، وكان الظلام قد بدأ يحل لكن لم يكن من داع للضوء. قال الزعيم وقد عرف مبتغانا: لواما، انتوا مش اول اتنين يجوا يسألوا عليها هنا. الست دي مؤذية جدا، الناس بتحاول تتجنبها لكن بيفشلوا، عشان كده بيجوا يدوروا عليها هنا ويجيبوا لها هدايا يمكن ترضى أو تسامح. أحياناً بترضى لكن غالباً لا. سقط قلبي في قدمي، فأنا لم أتلقى إلا الأنباء الكئيبة منذ فترة. لا أعني بهذا أنني أثق بأن لواما هذه تملك الأذى لبرناديت، ولا أنوي التوسل لها لحظة، لكني في الآن ذاته لا أحب ما أسمعه عنها. ترى أية امرأة تلك التي تورطت معها يا صغيرتي؟ ألاقيها فين؟ إحنا ما شفناهاش من شهرين، هي في كهفها دلوقتي، وصدقني ما انصحش إنك تروح. أنا لازم ألاقيها. بدأ يتكلم بصوت بطيء كأنما يتلو صلاة مبهمة. طبعا ليست معي كاميرا كي أنقل لك المشهد، لكن بوسعك أن تتخيله بشيء من الجهد. الصوت الرتيب الخشن، الظلام الذي حل على القرية فجعل رؤية الأشياء كأنها حلم. صوت مسومو وهو يلاحقه بترجمة فرنسية مفككة، نظرات السود الذين لم تعد ترى في وجوههم إلا عيونهم البيضاء المتسعة المملوءة تبجيلا ورعبا. كان يقول: الكهف اللي انت عايز تروحه ده من عالم الكوابيس، الأرواح هايمة حواليه، والوطاويط حتى ما تجرؤش تقرب منه. الكهف اللي انت عايزه هتلاقيه عند سفح الجبل الأبيض، في المكان اللي بتتعرى فيه الأشجار وبيغطيه التلج. الكهف ده مليان مخاطر، لو حاولت توصل له هتموت، لو فضلت واقف هتخلص عليك كل الشياطين اللي حواليه، ولو جريت هتقطعك الديابة، ولو دخلت الكهف، لو دخلت هتقابل واما شريرة أم 70 شيطان، ولو ما دخلتش هي اللي هتخرج لك، ويمكن تلاقي العروسة القماش اللي الواما لعنتها علشان تأذي مراتك، ويمكن ما تلاقيش أي حاجة. القرار يرجع لك، محدش من حقه يقول لك تعمل إيه. إذن هذه المرأة تتعامل بأسلوب الفتش أو السحر بالمحاكاة، وهو أقدم أساليب السحر. كنت أصغي له في تململ،
يبدو أنني نسيت أحضار القنبلة النووية معي. هذا الرجل لا يتحدث عن امرأة، ولكن يتحدث عن مسخ من الأساطير اليونانية، ربما ميدوسا بالذات. هذا الكلام يحوي الكثير جدا جدا من المبالغة، ولا أراه على أي ضوء آخر. رباه وبرنادت التي لا أعرف عنها شيئا منذ فجر اليوم. قلت له في ضيق: لا أنا ما ينفعش أستنى الليل كله، ما فيش وقت. ومين قالك إنك تقدر توصل الكهف بالنهار؟ محدش بيلاقي الواما بالنهار. لو عايز توصل لها لازم تتحرك بالليل، بالليل بس. نظرت في ذعر إلى ماسومو، لكنه ذلك الشجاع قال لي في ثقة: 3 شيلينج كمان. ما هذا نوع غريب من الشجاعة، شجاعة توقظها النقود. طبعا كنت على استعداد لأي شيء يطلبه. صحيح أن فكرة ارتياد جبل كليمنجارو في الليل رهيبة، لكن الأسوأ منها أن أرتاده وحدي، والأسوأ بما لا يقاس أن أقضي الليل هنا متوقعا كارثة في سفاري. لم تستغرق العملية وقتا طويلا، تزودنا من القبيلة ببعض الطعام ما يكفينا يوما ومديتين. كان الكل مصرين على أننا لن نقدر على أن نفعل بهما شيئا، لكني لم أستطع أن أستبعد فكرة حمل سلاح في الجبل لمجرد أنها فكرة سخيفة. وكان الليل قد بدأ يعلن ملكوته حين وقف الزعيم وباقي رجال القرية يرمقوننا ونحن نغادر المكان متجهين إلى الجبل. آخر ما قاله الزعيم لي هو: أنا مضمن لكمش السلامة، بس افتكروا كلامي كويس، اوعوا تناموا وما تصدقوش أي حاجة تسمعوها، وما تبصوش لفوق مهما حصل، واللي حيهجم عليك من اليمين ما ينفعش تهرب منه شمال. فيما بعد عرفت هذا الجزء من القصة. لقد وقف سينيوري في ظلام الحجرة يرمق جسد برنادت الراقد على الفراش، ومد يده يتحسس جبهتها. حين رفعها كانت ملوثة بالعرق تماما. سأل الممرضة التي وقفت في الظلام على بعد خطوات تنتظر أوامره: من إمتى؟ من ربع ساعة. غريب جدا. وتراجع إلى الوراء وراح يفكر فيما ينبغي عمله. مد يده يتحسس نبض الراقدة في الفراش، وبعد ثوان عاد يسأل الممرضة: بقولك، ما تعرفيش فين دكتورة علاء عبد العظيم؟ ما فهمتش معظم اللي كانت دكتورة جونز بتقوله. كانت بتقول إنه راح يدور عليها في مدينة صغيرة، كانت بتهلوس يا حرام. عض على شفته السفلى وحك رأسه مستعجبا: هذا الأحمق، ليس هذا هو الوقت الأنسب كي يترك الرجل زوجته ويبحث عن شيء ما، خاصة وأن هذه التطورات الجديدة تحتاج إلى وجوده. هذا غريب حقا. لم أدري بشيء من هذا وأنا أمشي مع ماسومو في الظلام، بينما الغابة الجميلة قد صارت غابة أشباح. لا أدري لماذا تحب الأشجار أن تبدو كالناس إلى هذا الحد، إنها عادة سيئة يصعب التخلي عنها. بدأ ماسومو يعرج ويترنم أغنية من أغاني الكيكويو تتحدث كالعادة عن البئر، عن الحسناء السمراء التي تملأ جرتها من البئر، عن القمر الذي يعكس ضوءه على الحسناء السمراء التي تملأ جرتها من البئر. أنا لا أفهم لغته، لكني متأكد من أن هذا هو الموضوع. هل يوجد موضوع آخر؟ كنا نمشي ونلهث ولا نسمع إلا صوت أقدامنا. تعرف مكان الكهف كويس؟ آه. هو بعيد؟ آه. طيب ممكن نوصل للليلة دي؟ آه. أنت زرته قبل كده؟ لا. أنت خايف؟ آه جدا. هنا توقف واستدار ينظر لي. كان وجهه نصف المتواري في وسط الظلام والظلال، يعكس رهبة وخوفا لا شك فيهما. عيناه توشكان على الهرب من محجريهما،
هنا فقط فهمت أنه يداري خوفه الشديد بالغناء والكلمات عن حلمه المستحيل بالثراء. كان الحظ حليفنا حتى هذه اللحظة، لأن القمر اكتمل في منتصف السماء. لن نحتاج إلى المصابيح، يمكننا أن نمشي فترة لا بأس بها. لقد اجتزنا حزام الأشجار وصرنا الآن نمشي وسط أرضية لا أشك في أنها بركانية. من بعيد أرى القمة الغريبة للجبل الرهيب، تلك التي يطلق عليها الماساي نجاجي نجاي أو بيت الله. كان السير سهلا هينا، ولم يخطر لي ببال أننا نصعد بالفعل، لكن مع زاوية انحدار تجعل الأمر كأنما نمشي في سهل. خطر لي أن الأمر بسيط حقا، وأننا بشيء من الجهد يمكن أن نصل قمة كليمنجارو هذه الليلة، لكني كنت واهما طبعا، لأن الجبل شامخ، بل هو أعلى ذرة إفريقيا. أنت تعرف خدع البصر هذه على غرار السراب في الصحراء والملعقة المكسورة في طبق به ماء. هنا بدأ مسوم يتوتر، توقف واستدار لي وهمس. يا دكتور، المكان ده مليان شياطين، أنا رأيي نمشي من هنا قبل فوات الأوان. أنت بتتكلم عن إيه؟ مفيش أي حاجة هنا. كانت هناك حركة معينة مريبة من حولنا، الأرض البركانية والظلام الذي يجعله ضوء القمر محتملا إلى حد ما، لكننا نرى تلك الأجسام الغامضة تتحرك من حولنا، تنساب بنعومة، أحيانا تتواثب، أحيانا تتسابق. ما هي؟ ما حقيقتها؟ أنا لم أرى شياطين من قبل، لكني أرجح أنها لا ترى، أو على الأقل لا تبدو كهذا. كانت تمضي في كل مكان قادمة من الشمال، تنساب من حولنا بسرعة أحيانا وأحيانا ببطء، لكنها دوما في الظلام أو تتحرك أسرع من إدراكك. مستحيل أن تستوعبها، وتتمنى لو تجمد الكدر ثانية واحدة لتفهم ماذا يدور من حولك. قلت له وأنا أتراجع للوراء خطوة. حيوانات برية، دي حيوانات برية أكيد مش أكتر، قال وقد بدأ يرتجف كورقة شجر. لا أنا عارف وأنت عارف أن الموضوع مش كده، ثم أضاف وهو يعتصر رأسه بيده. يلا نمشي من هنا، يلا نرجع. بقول لك إيه، أنا مش هتراجع قدام أوهام. لو قدامنا دلوقتي أسرة أسود ممكن أفكر، لكن أنا دلوقتي مش شايف أي حاجة بجد. وبعدين مين هياخد الشيلانات اللي في جيبي دي كلها لو رجعنا؟ كنت أتوقع أن يرد الرد التقليدي إلى الجحيم أنت ومالك، لكن التردد بدا عليه. طيب هنزود شيرين كمان، معلش يا أخي زي بعضه. ماشي اتفقنا. هذا رجل عملي واقعي حقا، لن أدهش لحظة لو اكتشفت في نهاية الأمسية أنه على اتفاق مع لواما وزعيم القرية وأشباح الجبل من أجل اقتسام أموال سائح الأبله الذي هو أنا، وأن كل هؤلاء الراقصين من حولي ممثلون. واللي حيهجم عليك من اليمين ما ينفعش تهرب منه شمال. سمعت هذه الكلمات تتردد في ذهني حاملة ذلك الطابع الغريب، كأنها نبوءة ساحرات شكسبير الثلاث حين قابلنا مكبث. تلكم الكلمات الفارغة التي يقولها العرافون، والتي يتضح فيما بعد أنها عميقة كأبار الجحيم. قلت لمسوم وأنا أتحرك نحو الأشباح. تعالى هنا، رايح فين؟ اللي هيهجم عليك من اليمين ما ينفعش تهرب منه شمال، الموضوع سهل، قال لي في غباء وهو يتواثب مستعدا للفرار. قصدك ايه؟ النصيحة اللي قالها لنا زعيم القرية، الأشباح دي هجم علينا من الشمال، يبقى لازم نروح في اتجاهها. ومشيت وأنا أضغط على أسناني نحو تلك الأجسام المظلمة المتدافعة نحونا، كأنها سرب من ذباب ليلي عملاق، لكن لا يمكنك معرفة كنه. توقعت أن يصطدم شيء بوجهي أو أطير في الهواء بضعة أمتار لأهوي على عنقي، لكن لا شيء من هذا. كأنني كنت أجتاز سحابة من البخار لا أكثر ولا أقل. مسوم ما تخافش، الموضوع طلع أسهل مما توقعت. كنت أجتاز السحابة وكنت أشعر بأنني أدنو من الخلاص، لكن ها مسوم، لكنه لم يكن معي، لم يكن على أي مسافة قريبة مني. هناك نقطة ما في كل حملة استكشافية يفر فيها الدليل، لأن الأرواح غاضبة،
لكن ما سومو ليس من هذا الطراز من الأدلة، كما أننا لا نستكشف شيئا. المفترض أننا نبحث عن تلك المرأة في أماكن يعرفها هو جيدا. أين ذهب الأحمق؟ ماسومو! سأل سينيوري الطبيبين بعدما فرغ من فحص المريضة. أنتوا شايفين اللي أنا شايفه؟ قال أولهما وهو رجل قصير القامة يبدو مذهولا على الدوام. مفيش حل تاني. ثم إن الآخر وهو من الطراز البدين النظيف المتورد الخدين الذي يذكرك بدمى الأطفال قال: هو جوزها مختفي فين؟ إزاي يسيبها في الحالة دي؟ مش عارف. قالت برنادت بصوت واهن مبلل بالعرق: راح الجبل عشان يقابل الست. كانت تخرف كثيرا في الآونة الأخيرة، وقد تكلمت عن الثعابين وعن التنين تحت الفراش والأقزام الخضر الذين يخرجون من الجدار والماء الذي تحول إلى دم في الكوب أمس. لهذا بدا كلامها عن المرأة في الجبل متوافقا جدا ومناسبا. وضع سينيوري يده على معصمها الصغير وقال للطبيبين: رأيكم إيه؟ لازم نتصرف بسرعة. هنا جاء ستيغود كما توقعوا. كان أول سؤال وجهه فريدا من نوعه يدل على عبقرية هذا الرجل. هو جوزها مختفي فين؟ إزاي سيبها في الحالة دي؟ أهو الرجالة كده، ما تلاقيهمش لما تحتاجهم، ومش هيفوتوا فرصة تسلية حتى لو على حساب مراتاتهم. شاب زي ده مختفي الساعة 10 بالليل هيكون فين يعني؟ أنا هنا يا غبي. أنت رحت فين؟ كنت أرددها بلا كلل، ومن حين لآخر أصيح صيحات الدرامية الطويلة: ماسومو! كنت أفتش في كل مكان عن الحمال الذي تركني عند سفح جبل كليمنجارو وسط هذه الأشياء المتطايرة التي لا أعرف حقا نوعها. تعرفون بالطبع هذا الطراز من القصص. هنا سمعت صوتا واهنا لكنه أكيد قادما من مكان ما، مكان تحت مستواي. دكتور! هرعت أبحث عنه، فوجدت أن تحت مستواي مجموعة لا بأس بها من الحفر والوهاد، وكان الصوت الواهن صادرا منها. الآن القصة واضحة، لقد سقط المغفل في حفرة وهو يحاول اللحاق بي في حماسة. يجب أن أكون حذرا. مشيت بضع خطوات حتى صرت أقرب ما أكون إلى الصوت. ماسومون قريب منك بس مش شايف أي حاجة. أنت شايفني؟ أنا شايفك يا دكتور، قرب كده. ها، كم خطوة كمان؟ 3 خطوات بس. يلا خطوة كمان، آخر خطوة اهو. مد إيدك ساعدني، أنا رجلي اتكسرت تقريبا. مددت يدي، وفي اللحظة التالية أدركت أنني أفقد توازني وأنني أميل إلى الأمام. قمت ببضع حركات مضحكة كالتي يعملونها في أفلام توم وجيري. استخدمت ذراعي كمروحة للتوازن، رفرفت بهما عدة مرات. هنا شعرت بيد كالفولاذ تطبق على ساعدي، ولم تكن قادمة من المكان الخطأ. لو كنت تفهم ما أعني، لم تأتي من الحفرة بل من خارجها. في اللحظة التالية وجدت أنني على الأرض خارج الحفرة، وأن أمامي الساقان النحيلتان العضليتان لما سومه. قلت في دهشة وأنا ألتقط أنفاسي: أنت كنت في الحفرة؟ لا طبعا، أنا كنت بدور عليك ورا الصخور دي، سمعتك بتنده من هناك. ونظرت له في ذهول ونظر لي في حيرة. الزعيم قال لنا ما نصدقش أي حاجة نسمعها. يبدو أن نصائحه أهم وأدق مما تصورنا. بعد دقائق بدأ أننا لا نتحرك على الإطلاق. ما زلت أرى قمة الجبل الغربية الرهيبة، ويبدو لي أن هذا المكان ممتد إلى الأبد، لكننا نصعد. بالحقيقة نصعد. الهواء صار شحيحا كاليورانيوم، والتنفس صار أعصر في كل ثانية. ثم إن الإرهاق بدأ يلعب بنا وبرؤوسنا. لم أذق الخمر قط، لكن الآن أفهم شعور الثمل. أفهم كيف يقود الثمل سيارته بسرعة 160 كيلومترا ليحاول المرور بين كشافي شاحنة قادمة في الاتجاه المقابل. القرارات كلها غبية بطيئة خاطئة. إن المخ كأي عضو آخر
يحتاج إلى الجلوكوز والأكسجين، وأنا أفتقر الآن إلى الاثنين. كان الظلام دامسا، إنها ثالثة صباحا، الطقس يزداد برودة، وأنا لم أضع في الحسبان أنني سأمشي في جبل كليمنجارو بعد منتصف الليل. أقول أمشي لأن تسلق عمل آخر لم نمارسه قط حتى هذه اللحظة. ما زلنا في السفح والجبل عصي صامد، أمامنا غابة من الأشجار المتشابكة. قلت لمسومو: أنا رأيي نقف نريح شوية، أنا مش قادر، أنا ميت من التعب، والغابة دي هتقتلنا شكلها. لكنه كان يرى أن الاستمرار ضرورة ملحة، وهنا يجب أن أقول إنني بدأت أحب هذا الفتى، بل إنني لسعيد لأنه معي، وهذه من الخصائص الغريبة للروح البشرية، حتى إنني لن أندهش لو أنني شعرت براحة مع سحلية إجوانا أجبرت على مرافقتها. إن كل إنسان مهما صغر شأنه يحوي طاقة روحية إنسانية يمكنك أن تحبها متى دنوت منها. صحيح أن هناك أناسا ميؤوس منهم لا يمكن أن تحبهم مهما فعلت، هؤلاء هم أغبياء الروح، أصحاب الأرواح المغلقة. هذا هو التفسير الوحيد الذي أجده في هذه اللحظة بالذات. مشينا مترددين وسط الغابات، وكانت سحابة تعبر أمام القمر، مما جعل الأمور سيئة بحق. سمعت صوتا من أعلى فنظرت في توتر. رباه، لم تكن هذه الغصون جرداء، إن عليها أكبر وأفظع مجموعة وطاويط رأيتها في حياتي. كيف لم تشعر بنا؟ لا أدري. مشينا ونحن نلهث وننظر لأعلى. الوطاويط مصاصة الدماء لا وجود لها في إفريقيا، لكن لابد من تذكر النكتة القديمة. هل تعرف هذه الوطاويط هذه المعلومة؟ لماذا لا تكون قد جربت الدم ووجدته لذيذا؟ فجأة ترددت في ذهني عبارة كان لها صدى مدون كما في الأفلام السينمائية: وما تبصوش لفوق مهما حصل. وكان هذا كافيا كي أنظر إلى أسفل. بدأت القشعريرة تهز كيان برنادت هزا عنيفا، ارتفعت حرارتها بشكل غير مسبوق، وفكرت الممرضة في أن تحقنها بالدانترولين صوديوم كما جرت السياسة الأخيرة. فيما بعد عرفت أنها برنادت للممرضة طبعا كانت تردد دون انقطاع: علاء، علاء فين؟ علاء فين؟ تساءلت إحدى الممرضات: هو جوزها فين صحيح؟ بيخونها أكيد، هو في راجل يسيب مراته هي في الحالة دي؟ وأمسكت بمعصم برنادت كي تقوم صاحبتها بتثبيت جهاز المحلول في القناة الوريدية. هنا دخل سينيوري العناية المركزة وقال في حزم: ما تدهاش حاجة، خلاص احنا مستعدين دلوقتي. كانت الأرض مكسوة بالثعابين، بساط كامل سميك من الأفاعي والثعابين والأصلات وال... لست خبيرا في الفوارق بين هذه الأنواع كما تعرفون، ثم إنني لست واقعا في هواها منذ قصتي مع عبدة الأفاعي في سفاري الأولى. كلها مخلوقات تزحف وتصدر فحيحا وتخرج لسانا مشقوقا في جشع، مشهد رهيب. الأفظع فيه أنك تتبينه بكثير من العسر في هذا الظلام، ولولا ضوء القمر لكانت نهايتنا، ونحن كنا سنخط فوق هذا البساط بعد ثواني. ما تبصش لفوق يا غبي، الزعيم قال لنا ما تبصش لفوق، ده كان كمين، شوف كنا حندوس على ايه دلوقت. وثب للوراء كما يفعل اي انسان محترم يرى تحت قدميه ثعبانا. لازم ننفذ نصايح الزعيم ده بالحرف. وبدأنا نتراجع دون انتظام خارجين من الغابة الرهيبة التي يستحيل عبورها. ثعبان متحمس رفع نصفه الأعلى في الوضع الناشر الشهير وراح يصدر فحيحا، وقبل أن نفهم وثب في الهواء كأنه سهم ينطلق من قوسه نحو وجهينا. في اللحظة التالية وجدته على الأرض يرتجف وقد تمزق نصفين، وكانت المدية في يد مسوم ملوثة بالدماء. إن سرعة رد الفعل لدى الفتى خرافية حقا. من دون كلمات أخرى رحنا نجري خارجين من غابة الرعب هذه، سندور من حولها بالتأكيد. وكنا الآن قد صرنا خارج الغابة وصار علينا أن ندور حولها. ونظرت إلى الشرق، لقد بدأ شريط من الدماء يلوث الأفق. إن الفجر قريب، ربما أنا أفضل هذا.
الآن نغادر الغابة، ندور حولها. كان مسوم متوترا كالقط، أما أنا فقد كنت متعبا إلى حد لا يسمح لي بالتوتر. قلت له وأنا أنثني ممسكا بركبتي في وضع لعب الكرة إياه: لا أنا مش قادر خلاص، أنا لازم أريح، مش هينفع أكمل كده. ولو الكهف ده في ألاسكا ولا إيه؟ لا يا دكتور، قربنا خلاص. لا 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 لا، أنا لازم أريح. كان الجو البارد والهواء الخفيف ناقص الجودة مما يغرياني بأن أرقد على الكلأ الجاف وأغمض عيني. بالفعل أرحت رأسي إلى صخرة وقلت له وأنا أرتجف طلبا للدفء ضاما قميصي على صدري: عشر دقايق أوعدك. خلاص بس يعني شوية. وبداعي الحذر الغريزي أطبقت يدي على مديتي وأغمضت عيني اللتين تزن جفونهما أطنانا. شعرت بجفني باردين كأنما هما قطعة لحم في نافذة عرض جزار. من قال هذا التعبير؟ البروفيسور هيجنز في رائعة برنارد شو سيدتي الجميلة. طبعا لابد أن يكون التعبير أجنبيا لأن جزارين لا عما كنت أتحدث. نسيت، هناك أشباح ليلية، هناك ثعابين، المرأة التي تدعى لوامة. برنادت، هل ماذا؟ نسيت مرة أخرى، ماذا دهاني؟ لابد أنني نائم أحلم الآن، لا تفسير إلا هذا. ماذا قال لنا زعيم القرية؟ قال: وما تصدقوش أي حاجة تسمعوها، وما تبصوش لفوق مهما حصل، واللي حيهجم عليك من اليمين ما ينفعش تهرب منه. أربع نصائح جليلة، لكنني نسيت الأولى كما يحدث في قصص الأطفال. فتحت نصف عين وملت على مسوم أسأله: هو الزعيم قال لنا أول نصيحة كانت إيه؟ لا أدري إن كنت سألته أم لا، أحسبني فعلت. ها؟ لا مش عارف، حاول أفتكر. هنا فتحت عيني بالكامل واستطعت أن أرى مسوم جالسا جواري مستندا إلى مرفقه وهو يحلم جالسا. وعلى بعد مترين رأيت وحشا مخيف الشكل يتشمم المكان في حرص وجشع. اوعد نام. هنا كنت قد وثبت من مكاني وصحت صيحة عظيمة وركلت هذا الشيء في خطمه، ثم لوحت بالمدية محاولا أن أطعنه، لكنه أطلق عواء رهيبا وسال لعاب من شدقي وانطلق لا يلوي على شيء. بينما كان وعي قد عاد إلي وتذكرت هذا الوحش، إنه ضبع أشهب، أضخم ضبع رأيته في حياتي، وتذكرت ما قالوه من أن الضبع يتمتع برائحة أنفاس كريهة. إنني أشم الآن الدليل على صحة هذه المقولة. كان مسوم قد صحى من نومه وفهم كل شيء بسرعة. ضباع، إحنا لازم نتحرك من هنا بسرعة. نسينا نصيحة الزعيم برضه، الرجل ده عنده حق في كل حاجة. كان الأدرينالين قد تدفق في دمنا وبشبه معجزة لم يعد من نعاس في عينينا. مشينا بضع دقائق ونحن نرتجف من البرد. كنت الآن أستطيع أن أرى أولى إمارات الجليد التي استمد منها الجبل الأبيض اسمه. لقد صارت الأرض مغطاة بطبقة رقيقة منه، واضح أنها ستزداد سوءا بعد قليل. كيف يتحمل هذا الفتى كل هذا البرد بسرواله القصير؟ ومن الواضح أنه إفريقي لا يشعر بالراحة إلا في الحر. حقا كل ميسر لما خلق له، على أنه شعر بما يدور في ذهني فقال: شيرينين كمان يا أخي، خد اللي في جيبي كله بقى، بس اخرس شوية، مش وقت مراجعة حسابك البنكي دلوقتي. الآن نرى الكهف رؤى العين، نراه وسط الثلوج وقد حفت به آثار أقدام حيوانات ما. هو ده الكهف؟ لكني ما كنت بحاجة إلى هذا السؤال، من الجلي أن هذا هو الكهف. ابتلع ريقه وراح يرتجف كالعادة، لا أدري من الخوف أم من البرد. قبضت على المدية وهمست. أنا ما أقدرش أطلب منك دلوقتي أكتر من كونك وصلتني لحد هنا، أنت مش مضطر تدخل معايا. مش فارقة خلاص، برة زي جوة، ولو اللي في دماغي صح فإحنا كده كده ميتين. كان ضوء الفجر الشاحب يغلف كل شيء الآن، لم تعد الرؤية عسيرة. أين كنت في مثل هذا الوقت أمس؟ لابد أنني كنت أتقلب في فراشي غارقا في العرق. أضع الخطط كي أكون هنا الآن. تفتكر ممكن نلاقي العروسة اللي الست عملت السحر عليها؟ لا ما افتكرش،
ما هي برضو مش هتحطها في مكان سهل نوصله. طيب أنا هدخل لوحدي. في صمت مشيت نحو الكهف، المدية في يدي ورأسي عامر بأفكار عديدة، ليس بينها صدق أو لا تصدق، الخوف. لابد أن تأثير نقص الأكسجين جعلني أميل للاستهتار واللامبالاة، بالإضافة إلى أن الموت لم يبدو لي سيئا إلى هذا الحد الآن. إن الموت سبات برغم كل شيء، ومن قال إن المرأة ستقتلني؟ وجاءت الإجابة من عقلي الباطن. كل شيء بيقول إن دي نهايتك، وإنت عارف ده كويس. كل التوتر اللي إنت حاسس بيه ده أخرته كارثة. هذه الأشياء المكسوة بالجليد خارج الكهف، المعلقة بحبال تجمدت بدورها، ليست حليا، إنها جماجم، جماجم متجمدة. هذه الرموز للأرواح تضعها حولها موكلة إياها بأن تحرس لها المكان. غمغمت بالمعوذتين وأنا أتقدم نحو الكهف الرهيب. سأنتصر عليك أيتها المرأة، لأنني على حق، لأنني الخير، وأنت ما أنت، لكني سأطلب منك أولا أن ترحمي الطبيبة التي حاولت أن تساعدك لكن الظروف خذلتها. كان الكهف مظلم بالداخل، هذا شيء مقبول، لكن عيني اعتادت الظلام بعد قليل وبدأت أرى حدود الأشياء. كانت هناك جماجم في كل صوب وقدر كبير، هذا يناسب صورة الساحرات في خيالنا، لكن السحرة الأفارقة لا يطهون فيه أرجل الوطويت وقلوب البوم لو أن هذا خطر ببالك. إنهم يستخدمون هذه القدور للدق كما نستعمل نحن الهون. كان المكان يفوح برائحة الداوة، الداوة التي يؤمن الأفارقة أنها تفسر كل شيء في الكون. كل شيء كان مكسوا بطبقة رقيقة من الجليد، لهذا كان الأمر أشبه بأن تحشر رأسك في فريزر ثلاجتك وتشعر بأن أطرافك تتجمد، فتهيب بالأدرينالين أن يتدفق أكثر ليشعرك بشيء من الدفء. تدور بعينيك في المكان متوقعا الهجمة في أي لحظة. ثمة مقعد منحوت في الصخر في طرف المكان، وارتفاعه لا يقل عن 3 أمتار. هذا نوع من العرش الذي لابد أن الساحرة تعتليه حين يلقاها المعذبون. المقعد مكسو بالثلوج، ما هذا؟ هل أنا في وكل السيد صفر في قصص الوطويت؟ كيف تتحمل المرأة مكانا كهذا؟ مشيت إلى المقعد وحاولت أن أتسلقه، هنا سقطت على الأرض. لقد عقني شيء عن التقدم، وتكفل الجليد بجعلي أهوي على الأرض. أنا الآن على الأرض الثلجية فعلا، وأشعر بشيء ما، شيء رهيب، شيء زلق، لكنه يحمل الملامح الخارجية لإنسان. إنه بارد كالثلج، صلب مثله. هنا سمعت صوتا من فوقي. بعدما توقف قلبي لجزء من الثانية كما هو معتاد في هذه الأمور، رفعت رأسي فوجدت ماسومو. كان يقف هناك وقد اتسعت عيناه هلعا ورعبا، كان يوشك على الموت بصدمة عصبية. لقد دخل الكهف فلم ير لي أثرا في البداية. قلت له هامسا: ماسومو ساعدني، في جثة هنا. والست فين؟ معرفش هي فين. انحنى بيد مرتجفة مدها ليمسك الجسد الجليدي، لم يكن ثقيلا لكنه متصلب تماما. حملناه كما نحمل تمثالا إلى خارج الكهف حيث كان ضوء الفجر قد اكتمل. وقفنا ننظر إلى اكتشافنا. استطعت أن أميز أن هذا التمثال المتجمد هو لامرأة إفريقية عجوز، كانت منحنية على نفسها وقد فتحت فاها ألما في صرخة صامتة. دي لوامة، قالها مسوم وهو يثب إلى الوراء في هلع. ده واضح، وما هيش في حالة تقدر تأذي فيها ناموسة. نظرت إلى ساقها التي اتخذت وضعا تشريحيا مستحيلا وارتجفت وقد فهمت ما حدث. ده كسر، المسنين عظمهم هش ودايما معرضين للكسور، ممكن تكون وقعت من على عرش بتاعها ورجلها اتكسرت، تقريبا كمان عظمة الفخذ. أكيد طبعا مفيش حد موجود يساعدها ولا ينجدها، موتة بشعة. تلاقيها فضلت كمان ساعات بتصرخ من الألم على أرض الكهف، وتجمدت مكانها وماتت.
لا مستحيل، لواما مش ممكن تموت. محدش خالد يا مسومو، ربنا وحده هو الذي لا يموت. والمؤسف أن ميتتها الرهيبة أعجزت كل مواهبها السحرية. لا أستطيع إلا أن أتعاطف مع امرأة عجوز تموت وحدها متجمدة. طيب وكل اللي مرينا بيه وشفناه هنا؟ أنا منكرش إن المنطقة ملعونة، يمكن اللي عملته الست دي ما ماتش معاها. يلا 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 بينا نرجع من هنا. وكنت الآن غارقا في التفكير. لن أعرف أبدا علاقة هذه المرأة ببرناديت، لن أعرف دورها في القصة. لقد أرسلت طلقتها وتغارت في الظلام، ولم يعد بوسعي منع الطلقة التي غادرت البندقية فعلا. نعود هذه استغرقت ساعات عديدة بالفعل. العودة إلى قرية الكيكوي الذين أصروا على أن هذه المرأة حية لم تمت، قالوا إنها تتظاهر بهذا فقط. ثم الشعبطة في قطار متجه إلى فوي، ثم النزول في المحطة فوداع الطبيب ودفع كومة الشلينات لمسومو مع جزيل الشكر. ولحقت بطائرتنا التي كانت تستعد بالفعل للرحيل حين وصلت أنا. الآن أدخل وحدة سفاري مترقبا ما هو أسوأ. يلقاني سينيوري هناك فيقول لي وهو يبتسم: ما تقلقش، كل حاجة تمام. كنت في أسوأ حال كما لك أن تتوقع، وعصبيا إلى حد لا يمكن وصفه. لهذا فهمت أنه ما دام كل شيء على ما يرام فقد كان شيء ما خطأ قبل هذا. قال سينيوري محتفظا بنفس الطريقة المبالغة في التفاؤل والتبسط: كان تجمع صديدي في العظم مش أكتر. نظرت له في غباء، عما يتحدث بالضبط؟ أيوة دكتور، مالك مستغرب ليه كده؟ تجمع صديدي، ما كانش فيه أي علامات واضحة في الأول غير نوبات الرقفة اللي كانت الدكتورة بتمر بيها. بعد ما انت مشيت بدأت حرارتها تعلى والأعراض بدأت تزيد. احنا عملنا كل الاختبارات الممكنة في الأول، بس أغفلنا عمل أشعة على العظم، ولما فوقنا أخيرا اكتشفنا الالتهاب اللي كان قدامنا طول الوقت واحنا ما نعرفش. عملية بسيطة وشوية مضادات حيوية وهي بقت زي الفل. أيوة بس ليه دلوقت بالذات؟ مش متأكدين، بس هي بتقول إنها اتجرحت قبل الأعراض بأيام، جرح بسيط طهرته ونسيت الموضوع. المهم هي فعلا كويسة دلوقت؟ زي ما قلتلك مفيش أي قلق خلاص. بس تعالى هنا قولي، أنت كنت فين الوقت ده كله؟ اختفيت بدون تفسير كده تماما؟ شو قلتلك؟ تعامل طيب وانت شكلك شيطان أصلا. علاء عايزك معايا في المعمل ثواني. كنت منهمكا في المختبر ولا وقت لدي، لكن برناديت التي استعادت لياقتها تماما بعد شهر من هذه الأحداث كانت متلهفة لحوحا بشكل لا يمكن مقاومته. طلبت الإذن بالانصراف لدقائق ثم مشيت معها. كانت متجهة إلى عيادة الأطفال وهي تعتصر كفي في لهفة: بصي هو احنا بنحب بعض وكل حاجة، وأكيد يعني أنا عايز أقضي أكبر وقت معاكي، بس مش معنى كده أننا يعني نمشي نزيع ده على التلفزيون. قالتها وضعت إصبعها على فمها في دلال وفتحت باب العيادة لأجد أمامي امرأة سوداء مع طفلها، وكانت تضحك ضحكة لا بأس بها بصرف النظر عن منظرها الغريب. ثياب غريبة جدا ملطخة ببول الأبقار الجاف، وقد غرست في شعرها الكثير من الريش الملون، وغطت صدرها بالعقود الملونة، وعلقت في أذنها طنا من الأقراط الخشبية التي تستطيل لها شحمة الأذن حتى لا توشك على التمزق. يد المرأة مخضبتان بلون أحمر كريه يوحي بأنه دم، برغم أن هذا غير ممكن. أقدم لك لواما. نظرت إلى المرأة في دهشة: إذن أنت ولكن كيف؟ قالت المرأة مصححة: لوغانا لوغانا. شفتها قدامي ما صدقتش نفسي، جايب ابنها التاني على سبيل الاعتذار. كانت مصدومة يومها ومركزتش هي بتقول إيه، بس لما الدنيا هديت وبدأت تراجع نفسها شافت أني كنت بحاول أساعد مش أكتر، وأني ما كنتش سبب موت ابنها. لوغانا؟ أيوة، موظفة الاستقبال سمعت الاسم غلط، وأنت كنت طول الوقت بتطالب حد باسم تاني أصلا. كنت أشعر بهذا من البداية. كما قلت أنني لم أبتلع أن تقطع ساحرة عجوز كل هذه المسافة إلى سفاري لعلاج طفلها. ليس هذا سلوك الساحرات الشريرات، كما أنني حين لمحت جثتها المتجمدة
لم أبتلع قط أن تكون هذه العجوز التي تستحق دخول دار المسنين أما لغلام. ربما فاتني أن أضع هذا التساؤل موضع التحقيق، لكنه خطر لي بالتأكيد. نظرت للمرأة فوجدتها تضحك كاشفة عن أسنان شديدة البياض، ونظرت لبرنادت فرأيت أجمل تشنيكة رسمتها منذ عرفتها. يبدو أن الكابوس انتهى. إلى قرية الكيكويو في سفح الجبل الأبيض جاء رجلان. قال أحدهما للزعيم إنهما ذهبا إلى الكهف الذي زعم الشاب الأبيض أنه وجد جثة الساحرة فيه. قال الأول: هو قال إنه ساب الجثة قدام الكهف، مش كده؟ وأضاف صاحبه: احنا ما لقيناش أي حاجة قدام الكهف، دورنا كمان جوه الكهف، مفيش أي أثر لجثة ست عجوزة. سألهما الزعيم في توتر وهو ينظر إلى الأفق الغربي حيث قمة كليمنجارو المهيبة: يعني أكلتها الوحوش؟ انت عارف زي ما احنا عارفين ان مش ده اللي حصل، محدش يجرؤ يقرب من لوامة حتى وهي ميتة. ونظر الجميع الى قمة الجبل. اين ذهبت الجثة؟ كنت اتمنى ان اجيب عن هذا التساؤل، لكن هذه امور لا تشغلنا كثيرا هنا في سفاري. دكتور علاء عبد العظيم، بورو.